السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. على الموعد إن شاء الله مثل ما وعدتكم بخصوص البث المباشر الخاص بشكل عام بالدراسة والتعليم والمنح في رومانيا. مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. أهلا إسماعيل، أهلا هدى. طيب، قبل ما يفوت معنا الضيف المميز جدا وهو راح يعرف عن نفسه طبعا، انا حابب اخبركم معلومتين بس بخصوص الجامعات التركية، لانه كثير عم يجينا اسئلة عن الجامعات التركية. المفروض انك تترجم الاوراق وتصدقهم للغة التركية. هاي العملية وين بتصير؟ بتصير اما عن طريق الترجمان القانوني الموجود في بلدك. لو ما بتعرف وين موجود، بكل بساطة بترفع التليفون وبتحكي مع السفارة التركية بتترجم. ما مش الحال انك تترجم بالبيت او على جوجل ترانسليت، لا، بالترجمة بده يكون في ختم، بتاخذ بتصدق عليهم وفورا على السفارة بتحط عليهم الاختام بتعادل الشهادة بنفس الوقت. هلا لو السفارة ما شغالة، لو ما في عندك ترجمان في بلدك، بكل بساطة لو بتعرف اي شخص في تركيا النوتر والتصديق شغال في تركيا، ممكن انك تبعت له الملفات ويقوم بيعمل بالعملية بشكل كامل. اذا الترجمة والتصديق مطلوبين، وانت يعني مثل ما حكيت بالفيديو نزل اليوم، في النهاية في كل الأحوال بدك تترجم وتصدق، يعني ما في مهرب من التكاليف المادية راح تدفع سواء رحت على السفارة أو عملت هذا الموضوع في تركيا، فالتكاليف موجودة. بنرجع لموضوعنا الأساسي، ممكن أعيد بشكل سريع لو بتفوت على فيديو اليوم أول دقيقتين ثلاثة حكيت فيهم عن هذا الموضوع. بتمنى أنكم تشوفوا فيديو اليوم كمان، لأنه الفرصة مميزة جدا للتطوع أيضا في رومانيا، وراح تجيبكم يعني فيها كل الميزات، فيها تكسات طائرة ذهبا وإيابا، وأيضا فيها الراتب الشهري والسكن، يعني راتب شهري خفيف ولكن فيها السكن. الراتب بيوصل لل 240 يورو، في عندك 5 يورو يوميا بدل مصروف و3 يورو بدل طعام. إذا أنا بانتظار هواري سعد، شاب مصري ظريف محترم أكابر كتير، بيدرس ماجستير علوم الأغذية في رومانيا من خلال المنحة الرومانية يلي قدمنا عليها نحن من 4 5 شهور. هو قدم عليها السنة الماضية وأخذها، حصل على سنة تحضيرية، متقن للغة الرومانية، وأيضا عنده إلمام كبير بأمور الجامعات والقبول الجامعي والدراسي في رومانيا. فأنا بتشكره مسبقا على الوقت اللي راح يعطينا إياه، على الوقت اللي راح يعطيكم إياه، وعلى إجابته على كل الأسئلة يلي موجودة عندكم. الدراسة في رومانيا يعني شيء جذاب جدا للشباب العربي، وفي أسئلة كتير، خاصة بعد ما قدمنا على المنحة الحكومية وقدمنا على منحة جامعة ترانسلفانيا، وفي فرص التطوع الممول بالكامل موجودة يعني في رومانيا وبكثرة. فلذلك يعني كان من الضروري جدا أنه نستقبل هالشاب الظريف ويعطينا كل المعلومات الضرورية، لأنه هلأ التسجيل متاح على الجامعات الحكومية الرومانية. فبتمنى انكم تتابعوا البث وتسمحوا له بس يحكي بشكل عام عن كل هاي المواضيع، وبعدها رح نستقبل الاسئلة تبعكم ونجاوب عليها بالترتيب. وهذا البث رح ينزل، رح اعمله داونلود لاحقا، رح يضل بالانستغرام بالتي في، ورح احطه على اليوتيوب لحتى الكل يشوفه. فان شاء الله رح نحاول نجاوب على كل الاسئلة المطروحة. أنا بانتظار هواري لحتى يدخل. لو في عندكم أي سؤال بخصوص فيديو اليوم أو الجامعات التركية أو أي سؤال بشكل عام، خلينا نجاوبكم عليه. مساء النور، أهلا أهلا. طيب خلينا نشوف لو في أسئلة فوق. أخبار المنحة اليابانية راح أحكي عنها، ولكن ناطر حتى أنها تفتح بكل الدول بشكل كامل، وإن شاء الله راح أحكي عنه بالتفصيل وراح أجيب لكم كل المعلومات. زيد راح ينام، زيد راح ينام، ثواني شوي بس. منحة ماليزيا تحتاج للحصول على قبول من الجامعة قبل التقديم. طبعا بدك تجيب القبول قبل ما تقدم على الجامعة، وما تنسى انه التقديم بكلف حوالي ال 25 دولار. بتتم العملية وان شاء الله بيجيك القبول بأسرع وقت، وبعدها بتقدم بشكل منفصل على المنحة عن طريق الايميل.
كم لازم أحصل على معدل البكالوريا حتى أحصل على منحة بأي بلد؟ هلا عمليا أغلب المنح تسأل الطلاب من معدل 14 وما فوق أو 70%. مساء النور، أهلا أهلا ماهر. ممكن أدفع بالإنجليزي للجامعات الحكومية التركية؟ في جامعة واحدة فقط هي بتقبل ملفات باللغة الإنجليزية، المفروض إنك تترجم هاي الأوراق. أهلا هواري، أهلا هواري، بدك تبعت لي ريكويست إنه تطلع معي على المباشر، فبعمل أكسبت. الاستكمال موجود في تركيا طبعا، موجود، ولكن بدك شخص مقيم في تركيا حتى يعني يقوم بالأمر أونلاين. الأمر كتير صعب وما راح تحصل على المتابعة والنتيجة اللي أنت بتتوقع. أنا سوري مقيم بالسعودية، إمتى راح مع السعودية ولا مع سوريا يطلع رد؟ ما فهمت عليك. شكرا شكرا، العفو العفو. إعلان نتائج المنحة الرومانية، تم إعلان النتائج وهلأ هواري راح يعطيكم كل التفاصيل إمتى تم الإعلان. و كل التفاصيل مطروح. هو بموضوع رومانيا هو الشخص الأمثل لحتى يعطيكم كل المعلومات. مساء الخير طالع بالمقلوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيل الاوتو روتيشن هواري. لا يا في تسمعني كده ولا ايه؟ سامعك الامور تمام، ولكن الروتيشن الشاشه عندك طالعه بالمقلوب، فخليها فيرتيكال عموديه. علشان انا بس حاطط الموبايل على الحامل. تمام تمام، مساء الخير، كيفك هوري، شو الاخبار؟ مساء الفل، ثواني بس احط السماعه يعني. يكرمك يا رب. صوتك تمام والصوره تمام. مره ثانيه انا حابب اشكرك على الوقت وعلى كل المعلومات اللي راح تعطينا اياها، وبتمنى ان الكل يستفيد. تفضل، الميكروفون معك. شكرا، السلام عليكم. السلام. بس هو الفكره ان انا مش عارف اظبط، انا دايما متعود لما اعمل فيديو او بس ببقى معايا الحامل بتاع الموبايل. عندك كوبايه شاي او قهوه تحطها على الطاوله وتثبت عليها الموبايل، وشوف في عندك معطر جواك نزله وحطه. صار لازم نفتح شركه نسميها طارق فلويد سولوشنز. تفضل. بصراحة مش عامل حسابي لكده يعني، معلش يعني. شيل السماعات، ما في داعي للسماعات، يعني صوتك واضح، عرفت؟ تمام ماشي، اظبط بس علشان اعرف. تمام. هو لكم شغله يا جماعه، الهوار كثير منظم، كثير كثير منظم، انا تفاجات صراحه. كل المعلومات اللي راح يعطيكم اياها هلا هو بدارسها ومسجله عنده، و يعني فراح تستفيدوا منه ان شاء الله كثير، لكن خليه ينظم اموره اول. ثواني بس اشوف حاجة نظبط بيها احفظ البث، اكيد راح يكون موجود ان شاء الله، بتلاقيه على الانستغرام على التي في، وبتلاقيه على اليوتيوب يوم غد. كيف فيني اضمن القبول بالجامعات الرومانيه؟ يعني انا كلمه اضمن كثير ما بحب استخدمها لانه ما في شيء مضمون، ولكن كيف ممكن انك تقدم بطريقه صحيحه وتكون عندك كل المعلومات اللازمه يعني، وتقدم بطريقه اكاديميه. نبدأ. معلش أنا بوظت البث تقريبا كده. لا 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 لا، بالعكس، لا بوظت ولا شيء، الدنيا اخر ليل الأمور رواق. لو تحب تعرف عن نفسك وبعدها تحكي لنا عن الدراسة في رومانيا بشكل عام. تمام. أنا اسمي هواري سعد، بشتغل معيد بجامعة المنيا، كلية الزراعة جامعة المنيا. معيد ده ممكن في بعض الإخوة ما يعرفوش يعني معيد. معيد ده اللي هو بيبقى زي اسيستنت يعني، شغال ممكن في المستقبل يعني يبقى دكتور في الجامعه يعني. وحاليا دلوقتي بسجل الماجستير او بدرس الماجستير في دوله رومانيا. طبعا انا اول حاجه مبسوط جدا ان انا طالع مع طارق، لان طارق القناه بتاعته بتساعد كتير من الطلاب العرب، حتى اصلا على مستوى الناس الاصدقاء اللي انا اعرفهم والمعيدين والطلاب بتوعي في الجامعه لما كنت في مصر يعني، كل الناس عارفه القناه وكل الناس بتستفاد من القناه كتير.
فطارق بصراحة عامل مجهود من خلال قناة طارق فلويد، عامل مجهود جبار يعني، وبيساعد طلبة كتير وناس كتير، ودي يعني بالنسبة لي فرصة عظيمة يعني إن أنا أطلع مع طارق في حاجة زي كده، إنسان ناجح وحد ممتاز، وحاجة حلوة إن أنا أطلع يعني شكرا معاه. يا محمد، الله يخليك. وبرضو بشكرك يعني إن أنت اديتني الفرصة دي إن أنا أكون معاك في بث مباشر يعني. أول حاجة خلينا نتكلم على المدن والجامعات، بس أتمنى من الناس لو في أي مشكلة في الصوت ولا أي حاجة حد يعني يبلغني في التعليقات، وطارق يبلغني يعني لو في أي مشكلة. دي حاجة. تاني حاجة طارق، أنت تبقى ماسك التايم وماسك الوقت وتعرفني أنا معايا وقت قد إيه، ممكن أتكلم في معلومات قد إيه، ممكن تقول لي مثلا معاك 30 دقيقة، معاك 40 دقيقة، نحن مش معايا ساعة أولا مش مظبط. بلا معطوة عن حديثك، نحن عطشانين والماء عندك، آه خلاص ماشي أوكي خذ راحتك. تمام. بس يعني لو انا طولت او حاجه قول لي مثلا، تمام خلاص قدامك 10 دقائق خلاص كده يعني. تمام اول حاجه انا هتكلم معاكم عن انا حاطط الحاجات اللي انا هتكلم عنها، النقاط اللي هتكلم عنها قدامي اهي، وهبدا ان انا اشرح فيها. اول حاجه هتكلم عن المدن والجامعات في رومانيا. خلينا نبدا باول مدينه ياش، المدينه دي اللي انا بدرس فيها حاليا. طبعا مدينة ياش فيها جامعة الطب والصيدلة وطب الأسنان، طبعا جامعة الطب والصيدلة وطب الأسنان من أهم الجامعات في، مش في رومانيا بس يعني، جامعة الطب والصيدلة وطب الأسنان من أهم الجامعات مش في رومانيا، لا ده على لها مستوى أو لها ترتيب دولي على مستوى أوروبا كلها، تقدر أنت تعمل بحث عن جامعة الطب والصيدلة وطب الأسنان في جامعة ياش، هتلاقي إن هي لها ترقيم دولي. دي حاجة. تاني جامعة معانا في ياش برضو جامعة الكسندر يوان كوزا. الجامعة دي جامعة برضو من أفضل جامعات أوروبا يعني، ممكن في التصنيف دايما، ومن أفضل كمان 500 جامعة، وده معلومات أنت تقدر تبحث عنها وتشوف يعني. جامعة الكسندر يوان كوزا هتلاقيها من أفضل الجامعات على مستوى العالم كله، فيها طبعا كل التخصصات ما عدا تخصصات الزراعه والطب البيطري وطب الاسنان والهندسه. يبقى احنا كده معانا جامعه الكسندر وان كوزا فيها كل التخصصات. بقى عد بقى براحتك، تخصص الاقتصاد، علوم الحاسب، علوم انسانيه، علوم اجتماعيه، تخصص العلوم بشكل عام، كل التخصصات الاجتماعيه، كل حاجه، الحقوق، كل حاجه هتلاقيها في جامعه الكسندر يوان كوزا. عندنا الجامعه الثالثه جامعه الهندسه في مدينه ياش، برضو من الجامعات المهمه لدراسه الهندسه على مستوى رومانيا ولها ترتيب على مستوى رومانيا. الجامعه الرابعه في مدينه ياش جامعه الزراعه والطب البيطري، الجامعه اللي انا بدرس فيها الماجستير حاليا. هنا تقدر تقول ان الاربع جامعات اللي موجودين في مدينه ياش جامعات لها ترتيب ولها تقل في رومانيا كلها، يعني تقدر تقول ان رومانيا نياش مدينه طلابيه، الجامعات فيها لها ترتيب كويس وحاجه مهمه. تاني حاجه في من المدن اللي معانا، طبعا رومانيا فيها مدن كتير بس انا كاتب معانا اهم 6 مدن للدراسه فيهم يعني، في مدن تانية انا مش ذاكرها لان انا كاتب هنا المدن المهمه اللي انت ممكن تقدم فيها وتاخد منها قبول او هتنفعك يعني في الدراسه كترتيب جامعات مهمه وكمعيشه وكمدن لها يعني تقدر ان انت تعيش فيها وتدرس فيها يعني. تاني مدينه معانا اسمها مدينه كلوج نابوكا، دي فيها برضو تخصصات الطب والهندسه. طبعا مدينه كلوج معروفه مدينه سياحيه ومدينه جميله جدا، تقدر انت تبحث عنها برضو هتلاقي فيها اماكن سياحيه كبيره وفيهم كل الناس من دول كتير بيجوا على كلوج. ثالث مدينه معانا ممكن تدرس فيها من المدن الرومانيه مدينه براشوف، مدينه براشوف طبعا اللي هي فيها جامعه ترانسلفانيا، اكيد تسمعوا عن الجامعه دي، الجامعه اللي هي كانت منزله منحه تقريبا في شهر ابريل اللي فات. طبعا مدينة براشوف زي ما انتم عارفين هي مدينة سياحية حتى مشهورة بقلعة دراكولا، طبعا اكيد انتم تقروا شوية في التاريخ وعارفين القصص والاساطير وعارفين يعني ايه قلعة دراكولا، ومعروفة ان هي مزار سياحي على مستوى العالم، هتلاقي ناس من اوروبا الغربية وامريكا وكندا من كل الدول ممكن تيجي تزور القلعة دي، لان انا رحت هناك وزرت القلعة وشفت ناس من اوروبا الغربية وناس من آسيا ومن كل المكان يعني جايين علشان يزوروا المكان ده. المدينة الرابعة معانا مدينة تمشوارة، مدينة تمشوارة برضو من المدن المهمة والمدن الجميلة اللي انت ممكن تستمتع بيها لو انت درست فيها.
خامس مدينة معانا مدينة بوخارست. طبعا بوخارست معروفة العاصمة، العاصمة دايما بتبقى من أهم المدن في أي دولة، فيها طبعا كل الجامعات وكل التخصصات معروفة، يعني العاصمة دي لازم يبقى فيها كل الجامعات وكل التخصصات. آخر مدينة معايا حابب أتكلم عنها النهاردة، وزي ما قلت في مدن تاني كتير، بس أنا اخترت الست مدن دول والجامعات اللي فيهم. آخر حاجة معانا هتكلم عنها كونستانسا، مدينة كونستانسا. طبعا كونستانسا مدينة ساحلية، يعني هي المصيف بتاع رومانيا اللي هي مطلة على البحر الأسود. هتلاقي في الصيف كل الناس بتتمنى تروح كونستانسا، يعني انا دلوقتي حاليا بتمنى ان اروح هناك، يعني البحر بقى والواحد يقضي وقت جميل. وطبعا دلوقتي خلاص، اللي حتى اللي كان لسه واحد صديقي كان هناك الاسبوع اللي فات، وقال ان الشاطئ اتفتح تماما عادي، بس طبعا بحظر شويه علشان موضوع كورونا فيروس زي ما انتم عارفين، يعني في برضو ايه الناس تاخد حظر شويه وتباعد على قد ما يقدروا. وانا مش فاهم ده هيتم ازاي، يعني انت في مصيف هتعمل حظر يعني تباعد ازاي، برضو مش فاهم. بس هو كان مصور فيديو وكان مصور صور من مدينه كونستانسا تقريبا زي كل سنه كأن ما فيش كورونا فيروس. يعني نعم. طبعا مدينه كونستانسا فيها كل التخصصات، برضو فيها الزراعه والطب والهندسه وكل التخصصات اللي انت عايزها. في 2 أصدقاء مصريين بيدرسوا في كونستانسا، واحد بيدرس في الطب وواحد بيدرس في الزراعة. جبت عنهم معلومات عن المدينة، مدينة زي ما قلت لك أهم ما يميزها إن هي مصيف وفيها بحر، فلذلك هتلاقيها مدينة مهمة. طيب دلوقتي في الـ6 مدن اللي أنا اتكلمت عنهم دول، أنت طبعا هتقول لي أنا كواحد عربي، شخص عربي عايز أختار مدينة من دول أدرس فيها، لأن أنا دايما بلاقي على الجروب فيسبوك، يعني في كذا جروب على الفيسبوك، عرب في رومانيا، مصريين في رومانيا، بوابة سفر إلى رومانيا، الجروبات اللي انتم بتشوفوها على الفيسبوك كتير دي، بلاقي دايما منشور او حد استفسار بيسأل ادرس في كلوج ولا ياش، ادرس في ياش ولا بوخارست، اروح مشوارة ولا كونستانسا، ادرس في ايه. يعني انا طبعا دي وجهة نظري، وانت في الاخر انت بتاخد من كلامي وتاخد من كلام حد تاني، وانت في الاخر برضو اللي بتقرر. لكن لو انت حد سألني هدرس في ايه من المدن اللي انا قلتها دي، هقول لك اختار مدينة ياش، مش عشان انا ساكن في او قاعد في المدينة دي فهي بالنسبة لي كل حاجة، لا، علشان انا يعني من المعلومات اللي انا جمعتها، وتقريبا انا ليا اصدقاء في كل المدن دي، وزرت معظم المدن اللي انا اتكلمت عنها، فيعني لفيت في المدن دي كلها وعارف اللي فيها. فعندك مدينة ياش مدينة طلابية، يعني مدينة طلابية يعني الحياة فيها رخيصة عن بقية المدن، معروفة يعني الحاجات اللي فيها طلاب، بتلاقي المحلات والأماكن اللي بيع المستلزمات والحاجات بتبقى أرخص من المدن التانية. أنا رحت بقى مدينة براشوف. طيب هو انا بعد اذنك، عفوا بلا ما اطول حديثك، اتفضل هي اتفضل. المعلومات، هي المعلومات رائعه جدا، ممتازه كثير. لكن انا بدي اسالك سؤال، انت سافرت على رومانيا من خلال المنحه الحكوميه، مظبوط؟ اللي الطلاب قدموا عليها من 4 5 شهور. شو الشيء، يعني شو الشيء اللي حسيته انت انك عملته مميز او غير الطلاب الباقيين لحتى توفقت ورب العالمين يسر معك؟ باختصار، هل في شيء مميز انت قدمته؟ يعني هل هو المعدل أم الموتيفيشن ليتر أو شو الشيء المميز اللي كان بملفك موجود؟ تمام. بالنسبة لمنحة الحكومة الرومانية، طبعا نتكلم عن منحة الحكومة الرومانية وإيه الحاجات اللي تخليك تتقل فرصتك أو تخلي حظوظك أوفر في المنحة دي. منحة الحكومة الرومانية في الأول هي بتبقى 85 منحة بيعلن عنها كل عام في الشتاء، تقريبا بيبقى في شهر ديسمبر، والتقديم بينتهي تقريبا في أول مارس نهاية مارس، يعني كل سنة بتختلف عن التانية. عندك ال 85 منحة دول مش متوقفة على 85 منحة، لا، ده في رومانيا بتدي منح لدول معينة، يعني مثلا مصر كانت رومانيا بتديها 10 منح يعني بره ال 85 منحة، غير 85 منحة، وفي فلسطين، في دول تاني. المهم يعني خلينا في ال 85 منحة او المنحة الحكومية، ايه اللي بيوفر فرصتك يعني عن غيرك؟ زي ما اتكلمت مع الناس وعرفت تقريبا التقدير بتاعك هو الحاجه الفيصل، وترتيب الورق يعني المجموع وترتيب الورق، يعني ايه المجموع؟ هل كان في دعم حكومي؟ بمعنى ايه دعم حكومي؟ يعني هل كان في ترشيح قوي من وزارة الخارجية أو وزارة التعليم، ولا لا أنت قدمت مثلك مثل كل الطلاب وخلص إنه إجاك القبول والحمد لله رب العالمين؟ كل الطلاب قدمت عادي، ما كنتش اعرف حد في وزارة التربية طيب والتعليم بخصوص ترانسلفانيا، لأن الطلاب كثير عم بعتوا مسجات وأنت خبرتني إنه عندك المعلومات الصحيحة والموثقة. منحة ترانسلفانيا شو صار بالنتائج؟ شو صار مع الطلاب؟
تمام. منحة ترانسلفانيا أنا كنت عملت عنها فيديو، وكنت كان في حد سألني قال لي إيه أخبار النتائج، فأنا كنت هكلمهم، كنت هتصل بيهم اتصال تليفوني، جبت رقم الجامعة وكنت هكلمهم. بس اليوم اللي أنا كنت هكلم الجامعة فيه واحد صديقي عايش في الصين حاليا بيدرس ماجستير، وهو قدم في المنحة دي، فلقيته بيبعت لي رسالة في اليوم اللي أنا كنت هبعت أكلمهم فيه الصبح، يعني قبل ما أكلمهم قال لي ان هو خاطب الجامعه، بعت لهم ميل والجامعه قالت له ان هو كده خلاص، هم بعتوا ايميل للناس اللي هم اتقبلوا، والناس اللي هم ما اتقبلوش خلاص يبقى اعرف كده ان هم مش هيبعتوا لهم ميل. وفي حاجه كمان، علشان عملت فيديو عن المنحه دي، هم كانوا كاتبين برضو في الشروط ان الناس اللي هم وصل لهم ميل هم خلاص اتقبلوا، والناس اللي مش هيوصل لهم يبقى كده ما اتقبلوش. لكن احنا برضو ممكن ان شاء الله خلال الايام اللي جايه لما طارق ينزل الفيديو ده على اللي عنده على اليوتيوب، خلال الايام دي يعني بكره ان شاء الله يوم هيبقى يوم عمل هنا في رومانيا، بكره الاثنين، خلال الايام دي هتصل بجامعه براشوف، جامعه ترانسلفانيا، واستفسر منهم هل النتائج هتتاخر شويه علشان ظروف كورونا فيروس، لان طبعا مش كل الموظفين بتروح الشغل الايام دي. كل قبل ما اطول حديثك، ونحن هي النتيجه يعني ملخص الحركه هاي راح اعلن عنها اني بالفيديو القادم على القناه. هلا انا اختصارا للوقت ولحتى ما نتشعب كثير من المعلومات ونضل بخط واحد، انا فاهم طلابي، طلابي يعني عارفان شو بدهم، فانا راح اسالك اسئله وانت تجاوبني عليها ايه ولا لا، او تضيف عليها معلومات انا ما بعرفها، تمام؟ هل هناك تسجيل على الجامعات الحكوميه الرومانيه الان؟ هل التسجيل متاح في كل الجامعات؟ التسجيل بدأ في كل الجامعات الحكومية في رومانيا بمصروفات، طبعا احنا بنتكلم على التسجيل بمصروفات، يعني ما بدأ احنا عم نحكي عن قبول جامعي بشكل عام من دون اي منحة. بالضبط. تمام. بدأ التسجيل في اول 1/5 في جامعات الطب والصيدلة وطب الأسنان في كل جامعات رومانيا، بدأ 1/5. هينتهي امتى التسجيل؟ طبعا كل جامعة بتختلف عن التاني. فمثلا انا لما كلمت مسؤول الطلاب الأجانب في جامعة طب والصيدلة هنا في مدينة ياش، وكنت عملت فيديو عن الموضوع ده من يومين على قناة اليوتيوب عندي، مكتوب في ليهم عاملين جدول زمني، يعني الجامعة عاملة جدول زمني بتقول بداية التسجيل يبدأ 1/5 سنة 2020 ويخلص 20/7 سنة 2020. إذا 20/7 هو آخر يوم للتقديم على الجامعات الحكومية بشكل عام في روما. في جامعة الطب والصيدلة فقط. تمام، طيب أوكي، السؤال التالي لو سمحت. جامعة الكسندر ويان كوزا او التخصصات التانية غير طب وصيدلة، لما كلمت مسؤولية الطلاب الأجانب قالت لي معانا لغاية نهاية سبتمبر، ما اعرفش نهاية سبتمبر ده اللي هو ممتاز، عشان احنا هي تمام، جامعة الطب البيطري. ولكن هذا التسجيل متاح، يعني الطلاب ممكن انهم يسجلوا في جامعه حكوميه رومانيه بغض النظر شو هي الجامعه وبغض النظر امتى بيخلص تاريخ التسجيل. هلا السؤال الثاني والسؤال الشائع جدا، السؤال الشائع جدا، بما انه هلا الجامعات فاتحه التسجيل، ممتاز جدا. انا بدايه كطالب خلصت الثانويه، اليوم انا خلصت الثانويه مع شهاده باللغه العربيه، مع الباسبور، مع الموتيفيشن لتر، تمام، بدي اسجل، عرفت وين بدي اسجل، بعرف كيف عمليه التسجيل، لكن شو لازم اعمل بالاوراق تبعي؟ لانه المعروف انه في رومانيا ممكن يقبلوا اوراقك بكل لغات اللي هن الرومانيه والانجليزيه والفرنسيه. صح. انا لازم ترجم، تفضل، شو اعمل؟ انا هلا طالب اوراقي جاهزه، بدي اقدم على الجامعه، اعطيني خطوه خطوه لو سمحت. اوكي، بالنسبه للتقديم انت معاك الحاجات المهمه للتسجيل ثابته في كل الجامعات وفي كل التخصصات. اول حاجه هتدخل على موقع الجامعه، اي جامعه بقى، بوخارست، في كلوش، في ياش، المدينه بقى اللي انت تختارها وتختار الجامعه اللي وخلاص نويت على جامعه معينه، بتدخل على موقع الجامعه دي وهتراسل الجامعه. طبعا الجامعات منظمه هنا في رومانيا وفي اوروبا كلها، يعني بتدخل على موقع الجامعه بتلاقي مكتب العلاقات الدوليه، الستاف بتاع الجامعه، هتدخل على مكتب العلاقات الدوليه وتراسلهم وهتقول لهم ايه الحاجات المطلوبه. الحاجات المطلوبه في كل جامعه، لان انا اتكلمت كذا حد، هتلاقي مطلوب منك شهاده الثانويه العامه وشهاده الميلاد، لان هم بيحددوا منها السن وحاجات تاني، والبطاقه الشخصيه اللي هو الاي دي، يعني بيبقى فيها عنوانك وحاجات هم عايزينها، وشهاده طبيه، وطبعا جواز السفر. هو دي، وجواز السفر يكون صالح على الاقل 6 شهور بدايه من الدراسه، يعني نقول جواز السفر، جواز السفر والبطاقة الشخصية، أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية،
والاثنين مع بعض. الاثنين البطاقه الشخصيه مطلوبه، وان هم عايزين يكتبوا العنوان الذي يحدد مكان الاقامه، والعنوان الذي يحدد الوثيقه التي تثبت عنوان الاقامه، الوثيقه التي تثبت عنوان الاقامه الاساسيه الاي دي بتاعك، ولا مكتوب فيه عنوانك بالتفصيل يعني. تمام. كل الورق ده انت بتترجمه معاك 3 لغات، انجليزي او فرنساوي او بالروماني، وبتبعته وترسل الجامعه، المسؤولين الطلاب الدوليين بيتعاونوا معاك وبيقول لك تعمل ايه في الورق. هو ده ببساطه الحاجات المطلوبه. في جامعات تانية ممكن تقول لك احنا عايزين شهاده، زي جامعه الطب يقول لك عايزين نسختين من شهاده الثانويه، لا جامعه تخصصات تانية غير الطب بيقول لك مش مشكله، هي نسخه واحده، وعلى حسب يعني كل جامعه ولها طيب احكي لي لو سمحت عن موضوع المعدل، وهل يا ترى شهاده السات او اي سي تي او اي امتحان دولي يعني مطلوبه من اغلب الجامعات خاصة الاختصاصات الطبية؟ ولو بتقول لي هيك باختصار، شو هو المجموع المطلوب للطب والصيدلي وطب الأسنان، وشو هو المجموع المطلوب لبقية الاختصاصات اللي هي حسب التسلسل يعني الأكاديمي بتجي من الهندسات وأنت نازل للاختصاصات الأدبية؟ تقصد السكور المطلوب منك في اللغة يعني علشان تدرس؟ لا مش اللغة، مش اللغة، لا الثانوية، معدل الثانوية كم لازم يكون؟ هلا في تركيا مثلاً او في قطر بيطلبوا منك معدل معين، هو 85 بلس او 90 بلس، وبقول لك في تركيا لو معك شهاده السات او اليوس فانت بترفع فرص قبولك في الجامعه، غير موضوع اللغه. هلا في رومانيا شو هو السيستم وشو هي الشهاده الدوليه المعترف فيها؟ هل في عندهم امتحان قبول وطني؟ انا حسب معلوماتي ما في عندهم هذا الشيء، ولكن شو هو البديل؟ بالنسبة للشهادة الثانوية يكون المعدل في الطب على ما أتذكر يعني كان 65% العام القادم، ما أعرفش السنة دي، ما سألتهمش على حتة المجموعة الثانوية، لكن أنا سألت السنة اللي فاتت علشان كان في حد طلب مني إن أنا أسأل، فكان يعني في الستينات يعني 65 68 في الرينج ده يعني، تكون أنت جايب التقدير ده في الثانوية العامة تدرس طب عادي. 65%، 65% 68% في المعدل ده، مش متذكر النسبه المئويه بالظبط لان انا السنه دي ما سالتش بصراحه، لكن انا سالتهم السنه اللي فاتت كان كنت متذكر قريب من كده يعني الرقم اللي اتقال لي يعني. تمام اوكي. السؤال التالي، السات تعمل فرق ولا لا؟ حتى في رومانيا غير مطلوب منك السات، هو الامتحان الامريكي، هل ممكن الايلتس امتحان؟ لا لا، مو امتحان اللغة التركية، مو امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان السات اللي هو امتحان أمريكي، امتحان لحتى تحصل على منحة، هل بيعترفوا فيه؟ هل بأول ملفك أو لا بتقدم لهم بالشهادة الثانوية بتتوكل على الله؟ مش فاهم، اشرح لي الامتحان ده بال هو امتحان قدرات، وقت أنت بتقدم وبتقدم على الجامعات الرومانية، هل بيطلبوا منك شهادة امتحان دولي ولا بيقول لك لا بس أعطيني الشهادة الثانوية مع كشف الدرجات وقدم؟ شهاده الثانويه وكشف الدرجات، مش طالبين امتحان قدرات ولا امتحان. انا نعم. بسمع في حاجات تاني بتبقى جامعات بره رومانيا بيبقى في حاجات فعلا اختبارات قدرات وذكاء وحاجات زي كده، لكن هنا مفيش، مش ده مش مطلوب هنا. ممتاز جدا. بالنسبه لطلاب دراسات العليا اللي هن الماستر والدكتوراه والابحاث، ابحاث ما بعد الدكتوراه، هل ايضا مطلوب منهم بس الشهادات ولا لازم يقدم شهاده امتحان دولي مثل الجي ار اي مثل الجي مات الى اخره، ولا لا بس بيقدم الشهادات وبينطلق؟ كل الكلام اللي انا قلته في الورق المطلوب يسري على الطلاب البكالوريوس والماجستير. الماجستير تمام. زياده بس، طالب الماجستير هيزود حاجه واحده بس، شهاده التخرج بتاعه البكالوريوس على الورق اللي انا قلته دلوقتي. اما طالب الدكتوراه هيزيد حاجات بسيطه برضه، هيزيد طبعا شهاده الماجستير بتاعته زائد سي في. سي في مش مطلوب غير في طالب الدكتوراه، السيره الذاتيه يعني، وده اعتقد سهله. الحاجه الثالثه الزياده في ورق الدكتوراه اللي هو انت هتكون راسلت مشرف في الجامعه اللي انت تختارها، يعني مثلا جامعه في ياش، جامعه في كونستانسا، جامعه في برشوف، هتكون انت راسلت مشرف ان هو يوافق يشرف عليك في الدكتوراه، لان هو طبعا الدكتوراه هنا اهم حاجه في اوروبا كلها يعني. هل خطة البحث مطلوبة ولا لا؟ الستادي بلان مش مطلوبه في عمليا يعني، عمليا تقديم على الجامعات الرومانية أسهل بكثير من تقديم على الجامعات التركية. لا مش طالبين خطة بحث في التقديم. طيب ممتاز هذا الحكي. إذا أنا هلا كطالب، خليني بس هيك أرجع أعمل اختصار لكل شيء حكيناه.
انا هلا كطالب ثانوي تخرجت من الثانويه ومعدلي 65 وما فوق، بقدر بكل بساطه اني الاقي جامعه حكوميه رومانيه واقدم على الاختصاص يلي انا بدي اياه، بيجيني القبول، بترجم الاوراق للفرنسيه او الانجليزيه او الرومانيه، بقدم الاوراق بيجيني القبول. المرحله التاليه هل هي انه انا بدي فيز على هذا القبول واطلع على رومانيا واثبت التسجيل بنفسه، ام ممكن ان ابعث الاوراق لاي شخص موجود في رومانيا ويتم هاي العمليه؟ يعني هل التثبيت في بعض الجامعات التركيه او بعض الجامعات العالميه تطلب من الشخص انه يحضر شخصيا، انه يجي على هذا البلد او يعمل وكاله لاي شخص اخر او من دون وكاله وينهي له التسجيل، يبعث له الاوراق الرسميه وينهي الامور؟ هل هذا الشيء موجود في رومانيا ام التقديم اونلاين والقبول اونلاين هو كافي؟ لا، لازم تقدم اونلاين رقم واحد، ولازم تبعت الورقه ده في جامعه الطب، ولازم تبعت الورق للجامعه سواء عن طريق البريد او حد يسلمه. المهم لازم الورق الاصول توصل للجامعه. في جامعه الكسندر ويون كوزا، مش بس انت تبعت الورق عن طريق البريد وخلاص يعني، او حد يوصلك الورق للجامعه. طيب هدى، بالنسبة لموضوع 60-65، طب أكيد في نتأكد منه يا هدى، نتأكد منه هاي المعلومة بدها تأكيد، وأنا يعني بتصور وعندي شك يعني إنه راح تكون أكيد أكثر من 65 طبيعي جدا يعني، بس نحن عم ناخذ معلومات هلا مثل ما معطينا إياها هواري، وراح أتأكد منها بشكل كامل. طيب هواري، أنا تمام، ما معي، أنا بحكي باللغة الرومانية. هننزل الفيديو على اليوتيوب ان شاء الله، تكون انت كتبت في الوصف بالضبط الاخبار الدقيقة يعني. تماما، أنا ما معي شهادة اللغة الإنجليزية ولا بعرف شو هي اللغة الرومانية أساسا، شو الحل؟ بالنسبة للغة هنا، انت جاي عايز تدرس، قدامك 3 حلول، يا اما تدرس باللغة الانجليزية او الرومانية او الفرنسية. طيب، عاوز تدرس باللغه الانجليزيه، هتقدم شهاده ايلتس على الاقل يكون معاك 6 في الامتحان الدولي للغه الانجليزيه. ما معاكش، يبقى قدامك حل تاني بالنسبه للطلاب من شمال افريقيا، قصدي دول المغرب العربي، اشقائنا يعني، دول عربيه حبايبنا يعني، المغرب وتونس والجزائر، بيبقوا عندهم اللغه الفرنسيه حلوه جدا، تقريبا بيتكلموا بيها عادي، فبيقدم شهاده بي 2 في اللغه الفرنسيه. او لو حد مثلا كان بيعرف يتكلم روماني او كان درس روماني قبل كده، فبرضه بيقدم شهاده ما يثبت على الاقل برضه بي 2. طيب، ما معكش حاجه من ده كله، يبقى لا بديل الا ان انت تاخد سنه تحضيريه. في الحاله دي لو انت هتدرس طب او هندسه او طب اسنان او اي حاجه او اي تخصص يعني، يبقى مش هتقدم في الجامعه اللي انت رايح تدرس فيها، انت كده هتقدم في جامعه تاني لدراسه اللغه يعني. تشوف جامعه بتدي فيها كليه اداب وتراسلها، وهتاخد سنه لغه فيها. والمعلومه اللي انا عايز اقولها، مش مجبر ان انت بعد ما تخلص سنه اللغه ان انت تدرس التخصص بتاعك للنهايه باللغه الرومانيه، لا، انت هو بس دي حاجه روتينيه يعني، على حسب ما هم قالوا لي، ده كلام من الناس المسؤولين، الطلاب الاجانب، هو النظام كده يعني. بس بعد ما تخلص بيعمل لك بقى، انت عايز تدرس باللغه اللغه الانجليزيه، بتروح الجامعه بتعمل امتحان الجامعه، بيبقى سهل طبعا، اسهل من اختبار الايلتس اكيد يعني. طبعا انت خلال السنه دي بتبقى انت اشتغلت على نفسك شويه في اللغه الانجليزيه، وهتعدي الامتحان وهتدرس باللغه الانجليزيه عادي. اقصد اقول طيب ان انت محدش هيجبرك ان انت تكمل باللغه الرومانيه. تمام، اللغه السنه التحضيريه شو تكلفتها؟ يعني هل انا بقدر اقدم على الاختصاص الموجود في رومانيا من دون ما يكون معي شهاده لغه؟ يعني ممكن اقدم هلا على طب باللغه الانجليزيه من دون ما يكون معي شهاده اللغه الانجليزيه؟ وهل اذا اخذت السنه التحضيريه شو راح تكون تكلفتها؟ السنة التحضيرية بالنسبة لطلاب الطب والهندسة وطب الأسنان 2900 يورو، 2900 أو 2800 يورو، مش 5000 يورو يعني، زي يعني الطب 5000 يورو في العادي، لكن أنت سنة تحضيرية هتدفع 2000 2800 يورو يعني. تمام، وبرضه بالنسبة للهندسة وكل الحاجات التخصصات التانية، هذا سعر واحد لكل اللغات ولا لا لا الانجليزية؟ لا، بالنسبة ده الطب والهندسة، لكن والطب البيطري تقريبا، لكن بقية التخصصات بقى في الحقوق، علوم حاسب، تخصصات علوم إنسانية وعلوم اجتماعية، هتبقى في حدود، واقتصاد، الاقتصاد مثلا هيبقى في حدود 2100. المجالات التانية اللي أنا قلتها دي من شوية، العلوم الإنسانية هتبقى في حدود 2700، ودي على فكرة بالنسبة لسنة اللغة وسنة غير اللغة يعني. بالنسبة للاقتصاد هو ثابت 2100 2200، هتفضل ثابته معاك لغايه الاخر. ممتاز جدا، شكرا. هلا انا اجاني القبول الجامعي،
دراسة البكالوريوس والليسانس أصلا في رومانيا، دراسة البكالوريوس والليسانس في رومانيا مش 4 سنوات، يعني أنا بتكلم عن مصر، مصر 4 سنوات معروف البكالوريوس، يعني غير العلوم الطبية، يعني هنا في رومانيا بيبقى 3 سنوات بس مش 4 سنوات. تمام، أخذنا القبول، قدمنا على الجامعة، حجزنا المقعد الجامعي. نجي هل الموضوع السكن، هل أنا كمان بقدر السكن الحكومي وليس السكن الخاص؟ هل أنا كطالب أخذت قبول مقعد دراسي في جامعة حكومية بقدر إني أقدم أو فاضل على مقعد على سكن جامعي حكومي؟ وهل يا ترى في تواريخ معينة أو طريقة معينة، أو المقعد أو السكن بيجي مع المقعد مع بعض؟ تمام، بالنسبة للسكن احنا هنتكلم على السكن بشكل عام، عندك حلين، عندك يا اما سكن طلابي او سكن على حسابك. السكن الطلابي ده مش لطلاب المنحة بس، لا، السكن الطلابي ده لأي حد، لأن انت بتدرس في جامعة حكومية مش بتدرس في جامعة خاصة، يعني الجامعة الحكومية بتاخد سكن طلابي عادي زيك زي أي حد تاني يعني. فأنت بس هو طالب المنحة مش بيدفع فلوس في السكن الطلابي، لكن انت هتدفع فلوس. هتدفع كام بقى؟ هتدفع تقريبا 50 يورو، طبعا 50 يورو في الشهر مبلغ رمزي مش مبلغ كبير، بس هو هيبقى يعني الاوضه شويه على قدها، مش الاوضه نظيفه يعني بالدرجه، لكن لو انت عايز تكون في اوضه نظيفه يبقى هتدفع تقريبا في الشهر 100 يورو، في الحاله دي هيديك اوضه بالحمام بتاعها يعني. لكن في اوض ما لهاش حمام وتبقى حمامات مشتركه في الدور كله، ودي برضو بالنسبه ممكن الشباب تمشي معاهم الموضوع ده عادي، لكن بالنسبه للبنات العرب احنا كعرب يعني ممكن الحاجه دي ما تمشيش معانا قوي، فهيبقى صعب شوية ان هي تسكن مثلا في دور فيه حمامات او حاجات فهمت عليك، مشتركة. اوكي، يعني الكواليتي تبع السكن بتختلف، فهمت عليك. طيب هلا السؤال الثاني، انا اجاني قبول، بالنسبة للسكن الخارجي، لو حد عايز يسكن خارجي بتبقى الشقة مثلا على حسابك او هي راح نحكي فيها، هوار راح نحكي فيها اخر شيء، راح نحكي عن مصاريف المعيشه، هي من اخر شيء، ولكن هلا خلينا بالبروسس تبع القبول. انا اجاني قبول عن طريق الايميل، بدي اروح على السفاره مشان اخذ الفيزا. انت وقت رحت على السفاره هل كان في مقابله؟ ما عم احكي عن مقابلة المنحة الرومانية، عم احكي عن مقابلة الفيزا نفسها. هل طلبوا منك حساب بالبنك؟ هل طلبوا منك اثباتات مالية؟ هل طلبوا منك ورقة، يعني شو الاوراق اللي طلبوها منك؟ انا هلا اذا معي القبول وبدي اسافر، شو اعمل؟ تمام، بالنسبة للأوراق الفيزا طبعا هو الكلام ده سابق لأوان، احنا ممكن نبقى نعمل بس تاني على الفيزا، بس مش بنعمل نبقى نعمل تاني، بس هنتكلم برضو دلوقتي طالما انت هتعمل ملف كامل على منحة رومانيا. طبعا الأوراق المطلوبة للفيزا بتبقى، لو احنا هنجيب من الأول يعني، بيبقى عندك، بس عايز اتذكر كده بسرعة، بيبقى عندك الاكسبتنس ليتر اللي معاك اللي انت جايبه، القبول بتاع الجامعة، سواء كان طبعا انت معاك منحة او جبت الكلام ده على حسابك يعني، او قصدي هتدرس على بمصروفات يعني. بيبقى معاك اول حاجه القبول الجامعي، تاني حاجه جواز السفر يوم ما تروح تقدم يعني. طبعا في الاول هتقدم اونلاين، هترفع جواب القبول، هتمسح برضه البتاع ده اللي هو اسمه جواز السفر، وبعدين هيبقى الشهاده الطبيه، كل الحاجات دي هترفعها، مش متذكر تاني ايه الحاجات ده بالنسبه اللي هو هيدرس. بالبنك هل طلبوا منك فلوس مثلا؟ جاي لك اهو، بالنسبه ده اللي هو اللي هيدرس على حسابه، لكن اللي هو هيدرس اللي هيدرس قصدي في منحه الحكومه، اما اللي هيدرس على حسابه بيطلبوا منه حساب بنكي. تمام، اللي هيدرس في منحه الحكومه بيطلبوا منه حساب بنكي، بس يكون مش مشكله يكون فاضي عادي، بس هو يكون رقم الحساب يعني، انت بتديهم رقم الحساب حتى لو هو فيه حتى 100 يورو مش مشكله، اي مبلغ يعني بالعمله بتاعتك، عمله محليه عمله اجنبيه مش هتفرق. لكن ساعه ما تروح تقدم على حسابك بالنسبه لمنحه الحكومه، من قصدي على المصروفات، هيبقى لازم يكون عندك حساب بنكي. في الحاله دي طبعا كل واحد من اولياء الامور بيحط لابنه في حساب بنكي مثلا مبلغ، وبعدين هو بيسحبه، وبتبقى بس المبلغ ده يعني اعتقد انه هيفضل برضه ثابت لغايه ما تيجي رومانيا وتعمل اللي هو الاقامه، لان انت لما تروح تعمل اقامه لازم يكون عندك في الحساب البنكي بتاعك فلوس تغطيك على يعني تقريبا 2000 او 2500 يورو. تمام، اوكي. وهيك انت بتاخذ الفيزا وبتطلع على رومانيا، هل بيكون في حدا عم يستقبلك برومانيا ولا لا؟ يعني هل في عندهم هذا السيستم انه يكون في حدا عم يستقبلك من اداره المنحه او اداره الجامعه ولا لا؟ انت يعني انت بدك تمشي امورك بشكل كامل.
والله وانا ليه اصدقائي في بيدرسوا في الصين، بيدرسوا في روسيا، بيدرسوا في طالعين، فيهم اللي طالع منح دراسيه وفي محمد اللي حد طالع. بيستقبلهم؟ ها؟ نعم في حدا بيستقبلهم؟ بيستقبلوهم يعني. اصحابي اللي في الصين قالوا في عربيه كانت مستنياهم في منتظره في المطار لغايه ما ودته يعني السكن الطلابي بتاعه. لكن في رومانيا بصراحه ما فيش حد بيستقبلك، انت بتنزل من المطار انت بقى بتخبط مع نفسك لغايه ما توصل الجامعه بتاعتك. طيب هلا انا هواري بدي اعطيك مساحه حره قبل ما نفوت بسؤال ثاني، 15 دقيقه. تمام. توجه رساله، توجه نصيحه، توجه فائده لكل الطلاب اللي عم يتابعوك، لكن انا بشكل يعني قبل ما تبلش راح اقول لك انا هن ليش عم يتابعوك وشو بدهم. بدهم يعرفوا اذا في منح هلا حاليا، بدهم يعرفوا تواريخ المنح لو عندك اي فكره، بدهم يعرفوا البروسس كلياتها تبع القبول واسعار الجامعات، ويعني همهم الاول والاخير موضوع المنحه، ونهاية بدنا نفوت على مصاريف المعيشة. يعني أنا بعرف إن المنحة بتعطيني 75 يورو أو 90 يورو وبتعطيني السكن، بس هذا الشيء غير كافي يعني ما بكفيني، فهل بقدر أشتغل؟ هل تفضل يعني تمام أنت أعطى نصائح وبالترتيب اللي بتحبه. تمام انا كنت كاتب حاجات هنا، احنا قلنا على جزء منها الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها خلاص مش هنقولها تاني علشان الوقت يعني. تمام اتكلمنا عن المدن والجامعات دي خلاص، وانا قلت رايي، وافضل مدينه انت ممكن تختارها مدينه ياش. ليه مدينه ياش؟ ان هي مدينه طلابيه ورخيصه وفي نفس الوقت فيها نسبة عرب كتير. طبعا هو انت هتقول انا هعمل ايه بالعرب خلاص انا معاهم طول حياتي؟ لا، انت في الاول انت محتاج حد يوجهك يعني، دي في الاول. بعدين انت خلاص لما بتعرف البلد وعايز تعمل اصدقاء تاني من جنسيات تاني وبراحتك مفيش مشكله. ده بالنسبه للمدن. بالنسبه لسؤال تاني كان في دماغي دايما، ليه رومانيا؟ ليه انا ادرس مثلا وادفع 5000 تمام يورو؟ تمام تمام ليش رومانيا؟ شو الشيء الإضافي الموجود فيها واللي بيفرقها عن بقية الدول المحيطة فيها؟ تمام، انا ممكن مثلا اسال نفس السؤال، ليه رومانيا ادرس فيها طب وادفع 5000 يورو، او ادرس هندسه وادفع 3500 يورو؟ ما ممكن اروح ادرس في روسيا، اوكرانيا، جورجيا، زي الناس اللي هي بتعمل يعني. انا اعرف اصدقاء ليا بيدرسوا على حسابهم ومصروفات في روسيا وفي اوكرانيا، بس انا لما تواصلت معاهم هم تعبانين. اول حاجه الدراسه مش الشهاده بتاع روسيا واوكرانيا مش بحجم الشهادات في دوله داخل الاتحاد الاوروبي، وانت تقدر برضو اي حد بيسمعنا دلوقتي ويتفرج علينا يقدر ان هو يبحث ويشوف الدول اللي انا بتكلم عنها ويشوف الدول الاوروبيه مستوى التعليم فيها عامل ازاي. دي رقم واحد، يبقى انت عندك ميزه رقم ميزه رقم واحد، الشهاده بتاعت رومانيا معترف بيها دوليا خارج الاتحاد الاوروبي وداخل الاتحاد الاوروبي. ممتاز. رقم اثنين، ان انت علشان تامن قبول مثلا، ما انت ممكن تقول اروح ادرس في اوروبا، باوروبا اروح ادرس في المانيا مثلا او فرنسا. في الحاله دي انا هقول لك صعب جدا ان انت تجيب قبول من المانيا او فرنسا، احنا برضو ايه عايزين ندرس في دوله اوروبيه بس على قد ايه ان احنا نقدر نجيب منها قبول. هناك الجامعات هتبقى هتاخد منك مجموع اعلى وهيبقى التنافس عليها شديد، فانت من الصعب ان انت ممكن تحصل قبول هناك. يبقى انت هنا رومانيا من السهل ان انت تحصل فيها قبول، دي مش حاجه عيب فيها، لا انا شايفه ان هو ميزه يعني، ان هو يسهل لك ان انت تتقبل وتدرس. الحاجه الثالثه انا شايفها مميزه في رومانيا، المستوى المعيشي اللي هو اتوفر فلوس اكثر ما تدرس في اوروبا الغربيه. يعني مثلا لو احنا قلنا الدراسه في الطب وجامعات الطب والهندسه على الاقل هتوفر سنويا 2000 يورو بفرق ما بينها وبين اوروبا الغربيه، غير اللي انت هتوفره في مستوى المعيشه الشهري اللي احنا لما هنتكلم عنه شويه قدام دلوقتي في البث. هفرق لك ما بين انت ممكن تصرف كام في الشهر في رومانيا وكام في الشهر في المانيا، وانت بعدين كل شهر هتشوف نفسك هتوفر كام. لذلك دي برضو ميزه ثالثه، ان انت توفير فلوس ليك. احنا كطلاب اهم حاجه لينا ان احنا نوفر فلوس ونختار دوله فيها شهاده كويسه وفيها شهاده معترف بيها شهاده قويه، نعم وبنفس الوقت ما نصرفش مصاريف كتير. اتكلمنا عن التقديم، خلاص انا متغاضى عن الحته دي. اللي اتكلمنا عن السكن الطلابي وقلنا اي حد فينا ممكن سواء كان بمصروفات او على حسابه ممكن، او قصدي منحه، ممكن يسكن في السكن الطلابي. هنتكلم دلوقتي عن السكن على حسابك، احنا كنا اتكلمنا عن الحته دي وانت قلت خليها شويه لما نتكلم عنها، فما اتكلمناش. السكن على حسابك لو انت هتسكن في شقه بره على حسابك، جايب لك المتوسط يعني ممكن تقل حاجه بسيطه وتزيد على حسب. يعني المتوسط 300 يورو، يعني ممكن تلاقي حاجه مثلا 250 يورو، ممكن تلاقي حاجه 350 يورو او 400 يورو. فاحنا بقى نجيب لك الرقم المتوسط، الرقم المتوسط 300
يورو في الشهر. طبعا انت ال 300 يورو دي انت ممكن تسكن مع حد تاني فتقسموا المبلغ مع بعض، لان هو طبعا هيبقى في شقه، يبقى فيها اوضتين ويبقى فيها صاله صغيره، مدخل صغير يعني، وهيبقى حمام ومطبخ يعني، حاجه صغيره جدا. او ممكن تبقى اوضه واحده برضو وحمام ومطبخ. الاوضه دي هيبقى مثلا فيها سريرين، هتبقى انت وصديقك المقرب ليك. طبعا انت اول ما هتيجي هتدرس في اول اسبوعين ثلاثه، هتختار صديق يعني مقرب هيمشي معاك بقيه المده يعني. ففي الحاله دي هتدفع انت 150 يورو وهو 150 يورو، يبقى كده العمليه سهلت عليك، سهله يعني. طبعا انت مستحيل تلاقي في المانيا شقه في الشهر ب 300 يورو، ده الميزه اللي انا كنت اتكلمت عنها. ما في اي مجال للمقارنه يعني، نحن هون مستحيل نقارن. تمام، اتكلمنا عن المصاريف الدراسية وقلنا الطب هيبقى 5000 يورو في ياش، لكن في مدن تاني. لذلك برضو ميزة كويسة برضو ان انت تدرس في ياش، في مدينة ياش، في جامعة الطب في ياش، هتوفر 1000 يورو في السنة. 1000 يورو مبلغ برضو يعني انت ممكن توفره يعني ده في اوروبا يعني، 1000 يورو دي حاجة كأنه مبلغ كويس يعني. بالنسبة للهندسة 3500 يورو، والطب البيطري 3500 يورو، ان في ناس بتسأل كتير عن المجالات دي. عفوا هواري بالمقطوع حديثك، عم نحكي عن هندسة البرمجيات، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة الجينات، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الزراعية، كل الهندسات. جامعة الهندسة عموما 3500 يورو. تمام. الناس العلوم التانية بقى، بقية العلوم، العلوم الزراعية أو الرياضة أو الكمبيوتر ساينس أو أي مجالات علوم تانية، هتلاقي تقريبا بيبقى 2700 يورو في السنة. دراسة الاقتصاد 2100 يورو أو 2200 يورو، والعلوم الاجتماعية والاجتماعية. شو هو أرخص اختصاص موجود في رومانيا؟ يعني شو هو يعني أرخص أقل رقم موجود؟ أقل رقم دراسة موجود دراسة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والإنسانية 2200 يورو. فهمت عليك، تمام، أوكي، شكراً. عفواً. بالنسبة للغة، احنا اتكلمنا قلنا انت ممكن تدرس في 3 برامج، انجليزي، فرنسي، روماني، براحتك، بس تكون مستوفي الشروط. مش مستوفي الشروط يبقى في الحالة دي هتاخد سنة تحضيرية. في حاجة، في ناس تاني بتسأل بتقول اللغة في رومانيا، انا كان سؤال جاني قبل كده بيقول لي ايه اخبار اللغه في رومانيا مثلا، صعبه سهله؟ انا رايح ادرس في بلد انا مثلا معروفه اللغه الهنجاريه او المجر يعني، معروفه من اصعب اللغات. فعلى فكره برضو المجر انت ممكن تروح تدرس في المجر، بس ايه، هتلاقي هنا عندك مشكله تواجهك اللغه المجريه يعني، مشكله اصعب كمان من اللغه الالمانيه. لكن احنا هنا لو اتكلمنا عن اللغه في رومانيا هنلاقيها لغه سهله بسهوله، انت ممكن تتعلمها وتتقنها. وطبعا اللغة هي المفتاح لأي حاجة، لما تروح بلد تكون اللغة بتاعتها سهلة بتلاقي العملية سهلت معاك يعني. خلال السنة التحضيرية هتتقن اللغة الرومانية بكل بساطة، بس انت محتاج طبعا انت تتعامل بها كتير عشان تتقنها يعني. وهي اللغة طبعا معروفة، اللغة الرومانية من تبع عائلة اللغات اللاتينية، طبعا 5 لغات، الإيطالية والفرنسية قريبة على والبرتغالية. الإيطالية، قريبة على الإيطالية، بتحس إنه هيك السمع تبعها قريب شوي على الإيطالية، أو حتى يمكن في كلمات عربية، صح؟ فيها كلمات عربية مثلا زي برتقال، هو بيقولوا برتقال هنا، فاصوليا، دولاب، شوربة، الشوربة اللي احنا هم بيقولوا عليها شوربة. في الدولاب قصدك الخزانة ولا الدولاب دولاب دولاب سيارة؟ بنحط فيه الهدوم، خزانة أو دولاب الهدوم. تمام. فبالنسبة لدي، أول ما أنا جيت رومانيا لقيت هم بيقولوا على البروفيسور مدرسة بيقولوا عليها بروفيسورة، لقيت البروفيسورة بتقول لي أيد شنو شوربة فاصوليا، فأنا قلت بتقول لي شوربة فاصوليا يعني، ما تخليش في دماغك كأنها فيها شوربة فاصوليا، تعلم يعني، خليك ذكي، تمام. بتقول لي كده. فأنا قلت إيه اللي عرفها شوربة فاصوليا وبتاع، ده كان في أول أسبوع يعني. بعدين اكتشفت بعدين لما أخدنا الكلمات إن هو دي هي حاجة عندنا وعندهم يعني. هما طبعا الكلمات العربية دي نتيجة الاحتلال العثماني، وطبعا عشان الاحتلال العثماني كان، او مش عايز اقول عليه احتلال العثماني او تمام. لا تمام، اوكي، تمام. لما كان في فتح عثماني او حاجه زي كده في الدول يعني شو العربيه، ما بدك ايه يعني. جم على رومانيا، فأخدوا طبعا كلمات عربيه، فجم هم نشروها هنا. هم على فكره انا درست ده
انا درسته في اللغه الرومانيه. يعني ليه اللغه الرومانيه فيها كلمات عربيه؟ ده علشان التعليل لما هل هو الشعب الروماني، عفوا، هل هو الشعب الروماني عنده عنصريه؟ هلا العنصريه ليك لك، يعني العنصريه موجوده بكل الشعوب، هذا شيء طبيعي بكل الثقافات. يعني هدول الاشخاص العنصريين، ولكن بشكل عام، يعني هلا اذا انا ولي امر بعث لي مسج قال لي طارق انا بقدر ابعث بنتي لابسه حجاب تدرس في بوخارست مثلا او اي مدينه اخرى؟ تفضل. تمام، سؤال جميل انا كنت محضره لان هو سؤال مهم جدا. وعلى فكره موضوع العنصريه يا جماعه هو فعلا سؤال مهم، لان انت احنا كانسان مغترب انت ممكن تتحمل عنصريه في بلدك وتعديها لان انت قاعد في بلدك شويه، لكن لما تبقى في مغترب الحته دي بتاثر عليك جامد، وبتحس انت كده ان انت يعني حاجات بتجرحك جامد وتقعد متاذي نفسيا كتير. فموضوع العنصريه ده سؤال مهم جدا من طارق. بالنسبة لي من وجهة نظري أنا ما شفتش عنصرية هنا في رومانيا، بس العنصرية ده سلوك فردي. يعني إيه سلوك فردي؟ يعني ده نتيجة من شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة أنت ممكن تصادفهم، تمام؟ وعايز أقول حاجة، أنت ممكن تبقى في أكثر بلاد العالم عنصرية، أنا ما أعرفش إيه أكثر بلاد دولة في العالم فيها عنصرية يعني، بس بقول مثلا يعني أنت ممكن تبقى عايش فيها. هل انا عفوا هواري عم اقاطع كثير، ولكن انا عم بحاول انه افصل النقاط، لانه الاسئله بتجينا بالكم، يعني مو هلا بس على الانستغرام، ولكن عم تجينا بشكل عام. هلا انت اسمر شوي، السمار هذا اللون تبعك موجود في رومانيا، وانت بتعرف هذا الشيء موجود في اوروبا الشرقيه، لانه فيها حكام، فيها حروب، يعني الثقافات فيها مدمجه بشكل كامل. انا ما قصدي على موضوع ما كان قصدي على موضوع العنصريه بشكل عام، ولكن انا ذكرت المثال انه انا بنتي لابسه حجاب بدي ابعتها تدرس في رومانيا. هل هذا الموضوع يعني ضخم بدي افكر فيه ألف مرة، ولا لا ببعت على تركيا احسن؟ لو بدي اقارن يعني بين تركيا ورومانيا مثلا بموضوع الاسلام وبموضوع البنات، يعني تماما بالبنات، اما الشباب يعني الشاب بدبر حاله، خاصة ان رومانيا مخلطة فيها الاسمر اكثر من الاشقر. تمام، بالنسبة لموضوع الحجاب هنا، يعني أنا شايف إخواتي بنات كتير يعني عرب بيدرسوا معانا في الجامعة وبيروحوا يحضروا معانا المحاضرات بالحجاب عادي جدا. تمام. ورومانيا المدينة اللي أنا فيها مركز إسلامي 3 أدوار، يعني بيبقى مليان مسلمين، ونطلع من الجامعة للمركز الإسلامي أو محدش بيقول لك الحجاب هنا مشكلة. بالنسبة للبنات العرب بيروحوا معانا الجامعة بالحجاب، وبيروحوا كل الأماكن معانا عادي، لما بنطلع عادي بيكونوا بالحجاب، ما فيش حد أي احتراز. بالنسبة للموضوع أنت قلت لي لا خليها تروح تدرس في تركيا، أنا كان في أنا بس كان قصدي على الثقافة، يعني الحجاب بتشوفه بتركيا اكثر من اي من رومانيا، طبيعي ثقافه اسلاميه، لسه عندهم ثقافه اسلاميه، فمشان هيك ذكرت يعني قرات. صح، ده كان في أخت من فلسطين اتصلت بيا من حوالي شهر كده أو حاجة، كانت برضو بتقول لي ان هي عايشه في تركيا بس عايزه بنتها تدرس هنا في رومانيا، وشافت طبعا الحاجات على اليوتيوب وبتاع، فدخلت كلمتني واتصلت بيا وكلمتها، فقلت لها طب ما تخليها تدرس في تركيا، طب يعني انت بنتك معاكي وليه هتخليها تيجي رومانيا؟ قالت انا مش عايزاها تيجي تدرس في تركيا علشان احنا بيتعنصر علينا، في عنصريه من الاتراك للعرب شويه يعني. فموضوع العنصريه زي ما قلت لك بتختلف من مكان لمكان. صح صحيح، ولكن بشكل عام يعني الجو العام هو اوكي، انه ما في اي مشكله. ملخص موضوع العنصرية زي ما قلت هو سلوك فردي، وممكن انت ممكن تعيش في اكثر البلاد الارض عنصرية وما تشوفش ولا مرة عنصرية، ممكن تعيش في بلد معروفة ان هي بلد حاضنة للثقافات وتلاقي مثلا واحد كده طلع لك من ما تعرفش عمل عليك عنصرية، فانت تقول تمشي بقى من البلد وتقول ده البلد ده عنصرية، وتفضل تنشر اخبار زي ما انا بيجيني كتير، او على اليوتيوب لما بعمل فيديو بلاقي الناس معلقه تحت اليوتيوب يقول لي اوروبا الشرقيه دي بلاد غجر وعنصريين وبيضربوا الناس وما اعرفش ايه، وهو اصلا من المعلومات هو ما في بعض الاشخاص، يعني انا عايش في اوروبا الشرقيه، انا هلا موجود في صربيا، انا جارك، يعني بيني وبينك تقريبا نفس الثقافه، الفرق انه انا لسه ما دخلت في الاتحاد الاوروبي. هتدخل مقدمين ملف ان هم يدخلوا يعني. اي تمام، ولا راح يدخل، هذا موضوع اخر. المهم الفكره اللي انا بوصلها لاي حدا بيقول لي انه عندكم عنصريين، بقول له بكل بساطه، مثل ما في عندنا الشخص الجاهل اللي يفكر اوروبا الشرقيه كلياتها ميكس وهجر وهو الى اخره، ايضا في باوروبا الشرقيه اشخاص ما عندهم ذره المعلومه عن الثقافه العربيه والاسلام وهو الى اخره، فهذول الاشخاص يعني موجودين وبشكل
خلينا نقول ممكن يكون متساوي بين الثقافتين او بين الطرفين. خلينا نطلع على موضوع عنصري واسالك سؤال كثير مهم، انا عندي معلومات بسيطه عنه. انا حاجه اخيره على موضوع العنصريه، بما انك انت قلت يعني انت واضح ان انت اسمر شويه. هو انا طبعا مش اسمر اسمر يعني، يعني ممكن نمشيها، هم في مصر بيقولوا عليه قمحي، لونه قمحي. هو حتى في اغنيه في مصر يقول لك اغنيه لمصر، يعني ممكن تسمعوها تقريبا لشاديه او حاجه زي كده، بتقول انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري، يعني ننسى عجرم مش لا هو هو اللون، هو اللون ما له عيب يعني. هو انا لوني لو كان اسود او ابيض او احمر انا ما فرق معي ابدا. هذا الموضوع بس بخصوص الحته دي، احنا عندنا عنصريه في بلادنا. اقول لك ازاي. انا فاكر زمان لما كنت في المدرسه كان معانا، طبعا مصر معروفه، طبعا مصر دوله تقع في افريقيا، يعني تقريبا 50% او 40% من الشعب المصري يصحب لون البشره السوداء، يعني تلاقيهم مسود. يعني احنا عندنا محافظات في الصعيد هتلاقي الناس فيها واخدين اللون الاسمر يعني. فكنا في المدرسه لما يبقى معانا واد اسمر طالب زميلنا، كانوا العيال يطلعوا عليه يقولوا له ايه شوكولاته، يفضلوا طول البتاع لغايه ما الواد يتنرفز ويتضايق يعني. ودي عنصريه، انا عايز اقول ان احنا عنصريه. طيب مش عم اطلع على برا الموضوع. نحن كطلاب هلا اخذنا المنحه او درسنا على حسابنا، ولكن انا بدي ادعم نفسي ماديا خلال دراستي في رومانيا، بدي اشتغل. شو الترتيب؟ انا كيف ممكن اشتغل؟ القانون بيدعمني ولا شو اعمل؟ تمام. بالنسبه للشغل في رومانيا، انت ليك الحق ان انت تشتغل، وده كاتبين كده في الاقامه الرومانيه اللي انت بتحصل عليها اول ما تيجي رومانيا، سواء كنت بتدرس بمصروفات او غيره، هي الاقامه الرومانيه واحده يعني. هم كاتبين في الاقامه ان انت ممكن تشتغل عمل جزئي، بس هنا ممكن يتغاضوا شويه يعني، ممكن تسال يعني تشتغل عادي دوام كامل. لكن هو الحاجه اللي انا عايز اقولها، انت مش هتقدر انت كطالب تشتغل دوام كامل، فهتضطر ان انت تشتغل اللي هو 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع. ففي الحاله دي الراتب هيبقى ضعيف يعني، مش ما تستناش يعني ان انت هتاخد راتب اكتر من 300 يورو او 250 يورو، يعني نقدر نقول عليها مصاريف شخصيه، لكن ما مش مستحيل ان انت تاخد اكتر من كده، لان طبعا رومانيا الرواتب فيها ضعيفه. دي برضو من ضمن المعلومات، اللي احنا بنقول الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، مش هنقول الحاجات الحلوه بس يعني. تمام. يعني عمليا انا اذا اشتغلت ب 300 يورو بالشهر واخذت بيت اجاره 300، انا ورفيقي او انا لسه شابين، فعمليا انا عندي دفع 100 ل 150 يورو، وعندي 150 ضلت، هال 150 هيكافي اني اكل واشرب فيها؟ تمام. انا هتكلم دلوقتي عن الحياه المعيشيه بصفه عامه، واحنا ممكن نحسبها. عندك انت بتصرف في الشهر، يعني انا عن شخصيا يعني ممكن اصرف 650 لي روماني. 650 لي روماني دول يعني 135 يورو. 650 لي روماني دول هتقول لي طب هيكفوك ازاي؟ لا، بيكفوك اكل، باكل في الاسبوع 4 ايام لحمه، يعني كفوك تاكل 4 ايام لحمه في الاسبوع. بس في حاجه، انت هتاكل في السكن الطلابي بتاعك. اول حاجه انا بدرس اغذيه، عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بخيل ولا حاجه، انا بدرس اغذيه. صحتين صحتين. وبنصح الناس دايما في الفيديوهات بتاعتي ان انت تاكل في البيت، يعني ما بنصحش ان انت تاكل اكل بره كتير، لكن مع ذلك انا باكل مره او اتنين بره. تمام. كنوع من التغيير يعني، بس مش لازم كل يوم تاكل بره. فانت لو طبخت في البيت، عملت اكل في البيت، 650 يورو 650 لي هيكفوك، يعني اللي هم 650 لي دول اللي هم 135 يورو هيكفوك في الشهر. وده ليه؟ لان انت بتروح السوبر ماركت ب 100 لي، بتجيب كل الحاجات اللي تكفيك في الاسبوع. يعني انت لو قلنا الشهر فيه 4 اسابيع، ادي 400 لي، وهيفضل معاك 250 لي لو انت هتطلع بقى تاكل اكله بره، تطلع تشرب. ممتاز. طيب انا جيت جديد على رومانيا، صار اسبوع 10 ايام، تعلمت هيك انه مرحبا كيفك بالروماني، بدي اشتغل، شو ممكن اشتغل؟ لو انت تشتغل في المطاعم، طبعا هو في مطاعم عربية كتير في كل المدن، ممكن تشتغل في المطاعم، ممكن تشتغل في هو شغل الطلاب هيبقى انسب ليك حاجة للمطاعم او السوبر ماركت. في شغل في السوبر ماركت، في السوبر ماركت الكبير بيطلبوا ناس يشتغلوا، بس انت لما جيت هتقول مرحبا واهلا وبتاع، هيبقى صعب ان انت تشتغل برضو بياع او في سوبر ماركت، هيبقى اسهل حاجة ليك ان انت تشتغل في مطعم يعني. يعني انا ملزم مع الجالية العربية لحتى اتعلم اللغة الرومانية، هذا نعم؟ قصدك؟ ملزم مع الجالية العربية. بالظبط بالظبط، لغاية ما تتعلم. أول ما تتعلم اللغة الرومانية خلاص هتلاقي شغل كتير وفي أماكن كتير، غير شغل المطاعم يعني. طيب لو عندك أي شيء إضافي بتحب هلا
عايز كأنه اوضح البث، انا قلت لك البث راح يخلص خلال 23 ثانية، ما بعرف ليش هيك عصاني، طيب فراح نرجع متى ما خلصت نرجع نطلع مرة ثانية. تمام اوكي. يعني انت ال 650 ليه اللي انا كنت بتكلم عنهم دول لو انت مش مدخن، لكن لو انت بتدخن يبقى علبه السجاير لوحديها في رومانيا التدخين السجاير هنا غاليه، وفي اوروبا كلها السجاير تقريبا علبه السجاير 20 السلام عليكم، مساء الخير، كيفكم؟ ما بعرف، أول مرة يعني بنتبه إنه في وقت محدد للبث على الانستغرام، فخلصنا رجعنا في بث ثاني. راح نركز هلأ أكثر على راح أركز على الأسئلة تبعكم إن شاء الله، بتمنى أكون استفيدوا من هاي الفيديوهات يعني بهذا الجهد، وإن شاء الله يكون يعني العائد جيد جدا. مرحبا يا هواري، قطعنا الانستغرام وين؟ تقريبا طولنا على الناس ولا ايه؟ مش فاهم يعني. طب تفضل. هم متضايقين مننا مثلا ولا هم مستمتعين ولا مش فاهم برضه. والله ما بعرف، تفضل. وين كنا؟ كنا عم نحكي عن العمل يمكن او شيء؟ احنا اخر حاجه كنا بنتكلم عنها عن تصرف قد ايه في الشهر، قلت 650 ليه يكفوك لو انت مش مدخن، لان في معلومه دي مهمه. واحد هيجي رومانيا وهو مدخن يقول لي طب انت ضحكت عليا كده 650 ليه؟ مش هيكفوني سجاير. طب ما انت كده بتدخن، في الحاله دي لازم طيب هلا اكيد اكيد المصروف في بوخارست بيفرق عن المدن الثانيه صح؟ بوخارست مصروف العاصمه، بوخارست العاصمه، تمام. العاصمه وهذا الرقم اللي انت اعطيتني اياه، هذا يعني ينطبق على بوخارست ولا لا؟ نعم ينطبق على العاصمه ولا لا على المدن الثانيه؟ اللي يعني هو الرقم ايه؟ اللي هو 300 يورو المصروف بالنسبة شهري. لا انا قلت لك تصرف اكل وشرب في الشهر مش 300 يورو، 135 يورو. انت قصدك لو بمصاريف السكن يعني. بس اجار السكن او سعر الساندويتش مثلا في العاصمه غير المدن الثانيه، المواصلات تفرق، اسعار المواصلات كثير، فهل هذا الفرق كنسبه تناسب يعني قديش بالمئه؟ 20% 25%؟ انا رحت براشوف كانت الاسعار زياده تقريبا 15% عن او 20% عن ايش، نقول نفس النسبه هتبقى في زياده شويه في بوخارست، لان طبعا بوخارست انا زرت بوخارست برضو الاسعار فيها هتبقى اغلى شويه، لكن بالنسبه للطلاب هيبقى فيها شغل اكتر، لان طبعا العاصمه بيبقى فيها شغل وحركه اكتر يعني، وبيبقى فيها رواتب اعلى. فهمت عليك، فهمت عليك، يعني الأسعار التكلفة أعلى ولكن الرواتب كمان، الرواتب بنفس الوقت أعلى. والطالب يلاقي، طيب وعايز اقول عفوا، على فكره، وعايز اقول حتى الطلاب الرومان نفسهم، الطلاب الرومانيين معايا في الجامعه كلهم بيشتغلوا، يعني احنا لما في الجامعه 90% منهم بيقول لي انا عنده شغل مثلا من كذا لكذا، من كتر التعامل معاهم يعني عرفت ان هم كلهم شغالين، كل واحد بيشتغل يعني، هو مش عيب ان الطالب هيشتغل ويجيب مصروفه، بس هو مش هيعمل فلوس عشان يبقى مع الناس يعني، الواحد يبقى صادق، انت مش هتعمل فلوس يعني، تجيب مصاريف بسيطه يعني تساعد نفسك يعني. طيب انا كطالب خلصت دراستي في رومانيا، اكيد بقدر اني اظل برومانيا صحيح؟ ما في داعي اني ارجع، لو يعني ماني مجبر اني ارجع على بلدي، ممكن اظل في رومانيا، ولا بالنسبة في شرط انه لازم ارجع على بلدي؟ للسؤال ده طارق، انت هنا لما بتيجي رومانيا بيدوا لك إقامة رومانية أول سنة بسنة واحدة لسنة اللغة، لكن انت حبيت تدرس طب بعدين 7 سنين بتاخد إقامة، أو 6 سنين بتاخد إقامة، 6 سنين 6 سنوات، لكن بعد ما تخلص الإقامة بيدوا لك ليك حق ان انت تاخد 6 شهور تاني بعد ما تخلص الاقامه بتاعتك وتخلص نهائي. ال6 شهور دول هم بيدوها لك زي تظبيط اوضاعك، زي ان انت تلاقي شغل، زي ان انت تخلص ورقك من الجامعه، حاجات كتير. في خلال ال6 شهور دي انت لو امنت شغل خلاص، ما طالما معاك شغل في اي دوله تتجوز تشتري بيت تفتح شركة إلى آخره، تتبع أحد الوسائل القانونية وتقدر على الإقامة. الجواز هيخليك قاعد في رومانيا، تلاقي شغل بعد الدراسه في خلال ال6 شهور دي خلاص تفضل قاعد في رومانيا. عرفت تلاقي لما تفتح مشروع برضه هتفضل قاعد في رومانيا، لو ما عرفتش تعمل اي حاجه من دي خلاص يبقى اكيد هترجع بلدك تاني. طيب شوفي كمان أسئلة هامة توصلك يا جماعة، لو في أي حدا عنده سؤال بخصوص رومانيا يستغل إنه هواري موجود معنا، وراح يعني راح أشوف تفضل. عايز بعض المميزات الاخرى، مميزات طلابيه تاني احنا ما اتكلمناش عنها، كنت عايز اتكلم عنها بسرعه يعني في دقيقتين تلاتة. ما اتكلمناش عن المواصلات العامه،
المواصلات العامة هنا متوفرة تقريبا، لأن دي حاجة مهمة يعني، أنت مش هتاخد مش هتقضيها يعني تاكسيات يعني رايح جاي. في الباص وفي الترام، الترام اللي هو القطر اللي هو بيلف في وسط المدينة يعني، ده للطلاب بيبقى مجاني سواء كنت أنت بتدرس مواصفات أو غير أو على منحة يعني، بس لغاية سن 26 سنة يعني. طبعا هو هنا اكيد الطالب اللي جاي يدرس بكالوريوس بيبقى في 20 سنه 18 سنه، اكيد هيبقى سنه مش معدي يعني. طب لو سنك معدي يبقى في الحاله دي هتدفع بس نص التيكت يعني، التيكت هنا في رومانيا ب 2 ونص ليه، 2 ونص ليه، 2 جنيه ونص روماني يعني، بتدفع بس واحد وربع يعني خصم 50%، ده برضو ميزه ممكن ما تلاقيهاش في بعض الدول الثانيه. بالنسبه لتذاكر القطار، طبعا رومانيا دوله سياحيه، فانت هتبقى انت نفسك ان انت تزور مدن تانية يعني. القطار لو انت طالب بتاخد برضو كل التذاكر مجانيه تماما، سواء كنت طالب بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، وسنك اقل من 25 او تحت 26 او في اي مرحله عمريه انت فيها، كل تذاكر القطار مجانيه تماما، انت بتروح بس تاخد تحجز التيكت وتروح الوجهه اللي انت عايزها. في عندك هنا حاجه اسمه المطعم الطلابي، هم بيسموه هنا باللغه الرومانيه اسمه كانتينا. الكانتينا دي بتعمل اكل، هو اكل كويس طبعا زي ما قلت دارس اغذيه، حكمت عليه ان هو كويس صح يعني، بيعمل لك خصم حوالي 50% في الاكل سواء كنت برضو بمصروفات او مش مصروفات. انت هنا زي ما قلت انت لو بمصروفات انت بتدرس في جامعه حكوميه يعني، انت مش في كانك زي اي حد يعني. يعني نقول لو الوجبه دي مثلا انت بره بتاكلها ب 30 ليه، اللي هي فيها فراخ وفيها سلطه وفيها رز وفاصوليا وحاجات خضار، لو انت تلاقيها مره بره مثلا ب 40 ليه، لو هتاكلها في مطعم بره يبقى في الكانتينه تدفع 20 ليه، اكتر كمان من 50% يعني، بيعمل لك خصم تقريبا 70%. ميزه تاني برضو في الدراسه في رومانيا، او اللي هو يدرس في رومانيا، الاماكن السياحيه، معروف رومانيا فيها اماكن سياحيه كتير، بيعمل لك خصم على التيكت لاي طالب بتيكت اللي هو كارنيه الطالب، بيعمل لك خصم 50% من 50 الى 80% لكل الاماكن السياحيه. وفي بعض الاماكن السياحيه بتبقى مجانيه تماما. في بقى عندك ممكن تستمتع بقى بالطبيعه والهدوء، لان طبعا رومانيا دوله ما فيش عدد السكان فيها تقريبا قليل عن بالنسبه للفيزا. هلا انا اذا جاني قبول وقدمت، في سؤال كثير كويس اللي وصل، هل في فرصه او في مثلا نسبه انه انا ما احصل على الفيزا؟ يعني ما يعطوني الفيزا ما فيز؟ لو انت حصلت على قبول؟ اه لا، لو انت حصلت على قبول بنسبه 2% تاخد الموضوع منهي، الموضوع منهي خالص. بس في حاجه انت ممكن تاخد رفض، مش هيكتب لك رفض في الباسبور، لا هيبقى في حاجات في الورقه مش مظبوطه، فمش مظبوطه هيقول لك معلش ارجع واعمل الورق تاني. لكن انت طالما معاك قبول سواء كان من في جامعه بمصروفات او في منحه حكوميه، خلاص طالما معاك القبول موضوع منهي. طيب بالنسبه للعمر، بالنسبه لكل المراحل الدراسيه، البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، هل في شرط للعمر؟ والله هو ما فيش شرط للعمر، تقريبا كان في شرط في منحه الحكومه يعني، لا لكن عم نحكي بشكل عام قبول جامعي بشكل عام. بصراحه ما سالتش على الموضوع ده، لكن لو احنا قارنا بالناس اللي هم يدرسوا منحه الحكومه، هو كان تقريبا البكالوريوس تقريبا 25 سنه، ما يكونش يعني معدي 25 سنه، وكان الماجستير تقريبا 40 سنه، وكان الدكتوراه 45 سنه. نعم نقدر نقول الكلام ده اعتقد هيمشي على برضه طيب أنا. اوكي متى تبدا منح ربك؟ متى تبدا؟ هو بيسال يعني، بيقول متى تبدا المنح؟ لا هذا عم يسب، هذا عم يسبسب. اني واي الاحوال، اللهم صل على النبي. لا لا هو بيسال، لا سؤال. عم يسبك يا اخي انت، بقول لك عم يسبك، عم يسبنا، اتركه. المهم احكي لنا، نشوف هلا شو في منح موجوده حاليا في رومانيا؟ معلش خلينا نجاوب على السؤال تبعه لحتى نكون احسن منه. شو في منح موجوده هلا في رومانيا؟ نعرف منحه حكوميه في شهر 1 و2 دائما، منحه ترانسلفانيا قدمنا عليها وخلصت. هل في منح يعني، هل في فتره معينه بيفتحوا فيها المنح، ولا خلص مفتوحه طول السنه؟ لانه اللي بعرفه انا حاليا هلا ما في اي منحه، كان في عنا المنح في اول السنه ولسه عنا يعني حتى انتهاء قبول الجامعه في عنا حتى اخر شهر 9 ومنتصف شهر 10. فهل في منح قادمه ولا لا؟ عليه على الطالب انه يجيب قبول نظامي على حسابه الشخصي.
هو بالنسبة للمنح الحكومية زي ما احنا اتفقنا، هي بتبدأ في شهر ديسمبر كل سنة، ويخلص التقديم عليها في لأول مارس أو نص مارس، في مارس يعني. وفي منحة الجامعة الترانس، طبعا دي منحة الحكومة الرومانية، دي منحة قوية يعني. وفي منحة تاني اللي هي منحة الجامعة، منحة جامعة ترانسلفانيا، ودي خلاص برضو التقديم عليها خلص، بس دي بتنزل كل سنة يعني. تمام، وفي هل في منح أخرى؟ في انا اللي من الايام اللي فاتت شفت منحه نازله تبع وزاره الاقتصاد او حاجه زي كده، مقدمين تقريبا 44 منحه، والتقديم ثواني بتاعها شوي هو، ثواني شوي هو. طيب نعم، ايه تفضل. في منحه تبع وزاره الاتصالات او وزاره الاقتصاد حاجه زي كده، دي انا شفت اعلان عنها من يومين بالظبط، مقدمين تقريبا 44 منحه، ولسه التقديم متاح ليهم يعني. ممكن الناس تبحث دلوقتي عن المنحه دي ويقدر ان هو يقدم فيها. طيب معناها في عندنا منحة في رومانيا تابعة لوزارة مش كاتبين اي راتب شهري، ولا هم كاتبين ان انت هتاخد راتب شهري بس مش قايلين كام، وهتاخد مميزات بقى سكن طلابي وزي مميزات الحكومه الرومانيه كده. نحكي عنها قريبا إن شاء الله، معناها خلال يومين ثلاثة أربعة نحكي عليها. طيب إذا يعني هن هدول هي المنح المعترف فيها حاليا، ما في أي شيء آخر. بالظبط. اللهم صل على النبي. الجامعات الخاصة، هل في عندك فكرة عن الجامعات الخاصة؟ هو في جامعات خاصة هنا في رومانيا، بس أنت لو هتسألني تنصح يعني تاخد رأيي يعني، لا أقول لك ما تقدمش مثلا في الجامعات الخاصة، قدم في الجامعات الحكومية. يعني لما تروح بلدك هتبقى الجامعة الحكومية شهادتها أقوى من الجامعة الخاصة، دي رقم واحد. رقم اثنين، الجامعة الحكومية أنت بتدرس في جامعة حكومية يعني زيك زي أي حد تاني يعني، ده برضو صعب ان انت تلاقيه في اي دول تانية يعني. من رأيي افضل الجامعات الحكومية، بس تقدر تدخل في الجامعات الخاصة عادي. تمام. سؤال خارج شوي عن التعليم، ولكن سؤال عم يجي كثير يعني. بتعرف نص شبابنا بدهم يسافروا ويطلعوا على اوروبا، والدراسه هي احدى الطرق. شو هي ارخص طريقه ممكن اي طالب يستخدمها، او اي شخص يعني بعمر الطالب يستخدمها لحتى ياخذ الفيزا ويجي على رومانيا بشكل نظامي ومحترم، فيزا وطائره؟ هل تسجيل على كورس اللغه رخيص وبيأمن له الفيزا؟ كورس اللغه فقط يعني، انا هلا كطالب بدي ادرس اللغه الرومانيه فقط، ما بسجل بالجامعه ولا بدي ادفع 4 او 5000 يورو، هل بقدر اني اقوم بهي العمليه واخذ الفيزا وسافر؟ يقدر. احنا انت دلوقتي بتسالنا على طريقه هجره شرعيه ومضمونه، واحنا طبعا دايما احنا بننصح الناس ما يطلعش غير بطريقه شرعيه يعني، ويبقى يعني اي طريق تاني طريق غير شرعيه لا، احنا ضد الحاجه دي. هو الطريق دايما انا تقريبا يوميا بتجيني رسائل كتير، ازاي طريق لاوروبا، ازاي اسافر اوروبا. انا بنصحه دايما ان هو الطريق اللي قدامك متاح واللي احنا حافظينه، اللي هو طريق المنح او طريق الدراسه. انت لو انت حبيت مثلا تدرس كورس سنه لغه رومانيه ودخلت اوروبا وعرفت تظبط اوضاعك يعني، واحد شاب عارف يتجوز، جواز مش عيب ولا حرام يعني، عارف ان هو يلاقي شغل ويأمن حياته في رومانيا، وينتقل من رومانيا بطريق شرعي لدوله تاني برضه هو يرجع له هو هو. الاهم، يمكن اهم شيء بالموضوع انك تفوت قانونيا على رومانيا، وبعدها كل شيء مفتوح قدامك، كل الخيارات موجوده، بالظبط تفتح تشتغل تتجوز، ما عندك اي مشكله، مجرد انك تكون داخل قانونيا، صح؟ بالظبط. هتيجي هتقول مثلا انت عايز تدرس حقوق مثلا، هتختار اي دراسه انت عايز تدرسها، حقوق اقتصاد اي دراسه، هتاخد اول سنه لو انت بتدور على ارخص حاجه يبقى قول لهم مثلا هتدرس اقتصاد مثلا، يبقى هتدفع في السنه دي هتدفع 2200 يورو، هتيجي تعمل كورس اللغه، عرفت تظبط اوضاعك وعايز تتنازل بقى عن الدراسه تماما عادي هتتنازل. لو انت مثلا يعني رحت انك تنقل الستاتوس تبعك من اقامه طالب لاقامه صاحب شركه او اقامه عقاريه او اقامه زواج، اقامه عائليه، ما عندهم يعني، ما عندهم هذا الشيء. انه انت لانه في تركيا مثلا، في تركيا انا عم احكي كثير عن تركيا، انه كل الطلاب العرب بدهم يروحوا على تركيا. بقى انا هقول لك مثال بقى هنا بعيد عن تركيا، اقول لك مثال على ده هنا. بس بقول لك شو الفكره تبعي. الفكره انه في تركيا، فضل. اللي بيجي على فيزا الطالب بده يطالع إقامة الطالب، وبعدها ممكن يمشي الحال ويغير الإقامة من إقامة الطالب لإقامة سياحية أو إقامة مستثمر، ممكن، ما أكيد يعني، ممكن يجي رفض، وإذا إجى رفض يعني بتبهدل.
فهل نفس السيستم موجود في رومانيا ولا لا؟ خلاص اذا انت امنت الاوراق الجديده للاقامه الجديده فممكن انك تبدلها بشكل طبيعي. تمام. انا اعرف هنا اثنين عرب اعرفهم معرفه شخصيه، اخذوا منح من دول مختلفه، من دولتين مختلفتين عن بعض. تمام. وبعدين درسوا معانا اللغه، وبعدين كل واحد راح يدرس في الجامعه اللي هو عايز يدرس فيها. واحد كان بيدرس ماجستير، واحد كان بيدرس بكالوريوس. درسوا سنه في هم كانوا منحه يعني، مش كمان يعني واخد منحه. وبعد ما مشى شويه في الجامعه لقى الامور صعبه، فدور على شغل وساب الجامعه وقال لا التعليم مش في دماغي، وابتدى راح يعمل اقامه ويعمل ورق ان هو شغال يعني صاحب مأمن شغله، وليه عقد عمل وبيجدد صاحب المحل بيجدد له التعاقد كل سنه، بيروح يجدد بالاقامه خلاص وساب الجامعه. ما حدش هيقول لك انت خلاص انت سبت الدراسه ليه؟ انت هم ليهم مكتب البوليس والهجره هنا عايز اي حاجه قانونيه تقعد انت فيها في البلد، ما عندكش اي حاجه قانونيه يبقى خلاص. فهمت عليك. في سؤال كمان اجى من شوي، انه شو هي الصعوبات اللي واجهتك اول ما وصلت؟ الصعوبات اول ما وصلت، اول ما جيت رومانيا، اللي هو الثقافه والمجتمع واللغه، يعني انت في ثقافه مختلفه ولغه مختلفه عنك. لذلك انا على فكره انا بحب السفر جدا، ومرتبط حياتي مرتبطه بالسفر يعني ممكن تحرمني من اي حاجه تاني في سبيل ان انا اسافر اي دوله، حتى لو انا مش هعمل منها فلوس او ان انا مش او هدفع فلوس كتير عادي مفيش مشكله، بس ان انا اسافر. بس من كتر شوف انا بحب السفر قد ايه، بس لما اصطدمت بالمجتمع والثقافه يعني، كنت وانا في مطار وانا في محطه بوخارست بصيت كده لقيت ناس مختلفه، اشكال مختلفه عن الناس اللي انا اعرفهم، الثقافة مختلفة، العمارات مختلفة، كل شيء مختلف. قديش ضليت فترة حتى تجاوزت هاي المرحلة، مرحلة الصدمة؟ لو كان حد سألني سؤال واحد بس في الوقت ده قال لي نفسك في ايه، كنت هقول له نفسي ان انا نفس الطيارة اللي نزلتني هنا بوخارست تنزلني تاني في مطار القاهرة وارجع على نفس الطيارة. هذا الشعور كل مين بيجي على اوروبا الشرقية هذا بيكون شعوره يعني هي الشعور الاولي، لكن انت قديش ضليت حتى تجاوزت هاي المرحلة؟ لا مش شعور اوروبا الشرقية، شعور ان انا اتخذت يعني، حاسس ان انا يعني حاجه غريبه عني، فاهم؟ قد ايه تجاوزت المرحله دي؟ قعدت وانا في الدوامه دي مثلا شهري مثلا. بعدين انا دلوقتي بعدين انا دلوقتي اتمنى ان انا اعيش حياتي كلها هنا في رومانيا ومبسوط جدا. مش عارف بعد ايه، حاجه نصيب يعني. اقصد اقول ان انت هتحب رومانيا او هتحب اي دوله تانية لو انت حبيت تهاجر، بس هي في الاول الاختلاف الثقافه واختلاف اللغه بيبقى عائق قدامك، بس تاخد على اللغه وتاخد على الثقافه وتاخد على الناس خلاص. يعني انا عن نفسي الصيف ده حتى لو الطيران كان فاتح مش ناوي انزل ارجع مصر اجازه. الرومان بتقول عندهم بيجروا عندك؟ عرفت بقى. هتعمل صداقات، تعرف ناس، هتعمل صداقات مش بس رومان، هتبقى عندك اصدقاء من كل الجنسيات يعني، انت في مجتمع من تلاقي من كل الجنسيات معاك بيدرسوا يعني. تمام يا هشام، هو هذا السؤال التالي. هشام، انت اخذت هلا اقامه الطالب وين بتقدر تروح فيها؟ هل عن جد بتقدر تسافر فيها اوروبا كلها؟ اكيد لا، صح؟ تمام، سؤال كويس، وناس كتير بتتخدع في الحته دي وبعدين ما بيش بيسال ويجي كده يتصدم يعني. رومانيا دوله الاتحاد الاوروبي، دخلت الاتحاد الاوروبي سنه 2007، ده حاجه اكيده. لكن في اتفاقيه ثانيه اسمها اتفاقيه شنجن، يعني الدول اللي هي فاتحه على بعض الحدود، ما فيش حدود يعني، بالقطر بالعربية تقدر تسافر. الشخص الروماني اللي هو معاه الجنسية الرومانية بقى وعايش في رومانيا هنا يقدر يسافر أي دولة أوروبية تانية عادي بالقطر بالعربية، ما حدش هيوقفه. حكينا عن الأجانب، عنك أنت كأجنبي، أنت كأجنبي ما تقدرش تروح أوروبا الغربية أو حتى وسط أوروبا، أو هم بس 5 دول اللي مسموحين ليك أو 4 دول إن أنت تروحهم بالإقامة. الإقامة الرومانية دي ليك 4 دول أو 5 دول تزورهم بالباص، وده برضو عن تجربه وناس راحت ومن غير مشاكل. متاح لك ان انت تروح بلغاريا، بلغاريا دوله اوروبيه. متاح لك ان انت تروح في دوله جنب رومانيا اسمها مولدوفا، ما اعرفش الناس تسمع عنها ولا لا. بيقدروا يجوا عندي على صربيا. الدوله رقم 3 صربيا، الدوله رقم 4 كرواتيا. دول 4 دول تقدر انت تسافرهم بالاقامه الرومانيه. واصدقائي سافروا، بس انا بصراحه كنت ناوي اسافر الصيف ده لكن بسبب ازمه كورونا صعب جدا. اصدقائي سافروا السنه اللي فاتت، اخذوا اسبوع في بلغاريا،
اخدوا بس باص لغايه ما او مواصله لغايه الحدود البلغاريه، ومن هناك اخدوا مواصله تاني دخلتهم بلغاريا ومن غير اي حاجه يعني، ولا حد وقفهم ولا قال لهم بتعملوا ايه، بس هو ممتاز الاقامه الرومانيه. ممتاز انت جدا. معاك 4 دول او 5 دول اهم لو انت من هوايات السفر يعني، ودول برضو حلوه. اسمع ان الدول اللي انا قلتها دي فيها اماكن سياحيه وفي نفس الوقت رخيصه في السياحه يعني. انا محاول اشوف قد ايه وصلنا بالبث المباشر الثاني يا جماعه، ما بعرف منين بيبين عشان ما يفصل، لانه اذا فصل خلص انه خلصنا معنا هذا. طيب طب ممكن نشوف نقرا الفيلم ولا عالي قريبين لك، في قريبين عنا بالبث المباشر عم تعرف على بعض. المهم شوفي عندكم اسئله بخصوص رومانيا، يا جماعه عندكم اسئله بخصوص المعدلات الاختصاصات الى اخره. لو ما في اسئله إيه؟ لانه هواري تعب، لانه الساعه عنده متقدمه، ساعه عندي انا هلا الساعه عندي 11:40، عندك 12:40 يمكن. بالضبط. اه اكيد هل يوجد منحه رسميه للحكومه الرومانيه مثل منحه تركيا؟ طبعا، وانتهى التقديم عليها من 2.5 شهر، والتقديم عليها المره القادمه بيكون مع نهايه السنه او في شهر 1 السنه القادمه. هل في سنه تحضيريه للغه او لا؟ في سنه تحضيريه للغه. تكتات الطائره كم؟ يا عبد الله تكتات الطائره حسب البلد اللي انت بدك تسافر منه. بكل بساطة بتفوت على جوجل بتكتب البيئة والجو، احكي لنا عن البيئة والجو. هو البيئة والجو هنا في رومانيا، هو طبعا الشتاء بيبقى صعب شوية، درجة الحرارة توصل لسالب 20 أو سالب 18 في الشتاء، لكن أنت مش بتحس بالبرد ده ليه؟ لأن الأماكن كلها اللي أنت بتزورها بيبقى فيها تدفئة مركزية، فأنت مش هتحس بأي برد خالص. بالنسبة للبيئة، رومانيا تقدر تقول زيرو تلوث، زيرو أتربة وعفرة وتراب. كل هالامور عندكم برومانيا تجي لعندكم انا خلاص، القبول سهل، زيرو تلوث وزيرو. في 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 واحدة الطالبات معصبه علينا، ما بعرف انه صارت سالتنا 1000 مره وما عجبتها الاسئله اللي عم نحكي فيها، فبدي اقرا السؤال تبعها مشان ترضى علينا. للمره الرابعه اسال بعد القبول الالكتروني راح تصير مقابله بالسفاره، شنو نوع الاسئله اللي يطرحوها؟ وهيك الوجه عابس شوي، شو نوع الاسئله؟ في مقابله بالسفاره بعد ما يجيك القبول؟ انا عملت مقابله، في السفاره، تمام. ما هو انا انسان جبت قبول، هروح اخد يوم ما اروح اخد اقدم على التاشيره هتلاقي موظف في الدوله اللي انت فيها بيتكلم بلغتك، اللغه العربيه يعني لغتنا ممتاز. اي دوله. بعدين كل الناس ما قالهمش يعملوا مقابله يوم ما كانوا رايحين يقدموا على التاشيره يعني، الا انا الوحيد، ما اعرفش ليه، ما ان احنا كنا 3 4 وكان معانا انا برضو ناس طلاب يعني. انا الوحيد، في واحد كده روماني جه قال له معلش هنعمل انا وانت كده زي محادثه بسيطه يعني علشان اقيس مستوى اللغه الانجليزيه عندك، انا عايزك بس تكون على مستوى المحادثه. قال لي بس كلمتين، اسمك ايه وسنك ايه ورايح فين وجاي منين، اللي هو يعني هتعرف تقولهم يعني. هو مش طالما انت جبت قبول خلاص مش مستحيل. المقابله بقى اللي هي بتخوفك لما انت مثلا بتكون في دولة ناطقة بالإنجليزية ومحتاجين منك ايلتس وانت مش معاك، فبيقول لك تعالى اعمل لك عوضا ليها محادثة او امتحان السفارة، لكن هو مش امتحان في السفارة. فانا لما سألته قلت له طب انت بتعمل ليه معايا محادثة؟ قال لي على باللغة الإنجليزية، سألته السؤال ده قال لي علشان انا عايز اتأكد منك مستواك في اللغة الإنجليزية بس، يكون انت بتعرف لان انت بكرة رايح رومانيا قال لي هيدرسوا لك الروماني باللغة الإنجليزية يعني. مثلا هتقول لك السياره دي كار، هتقول لك عليها اللي هو اللي بيقول عليها ماشينا باللغه الرومانيه، ماشينا يعني سياره مش اله يعني زي اللغه الانجليزيه بس. فعرفت منه كده وقلت له ماشي اوكي يعني. ممكن اقصد اقول ممكن ما حدش يقول لك اعمل مقابله وممكن تبقى يبقى حظك زي ويقول لك تعالى تعمل المقابله دي، لكن ساعتها هي انا بطمنك، هتبقى مقابله سهله جدا. إذا ما في أي مقابلة. طيب ممكن تحكي لنا شيء بالروماني مثلا، جملة سريعة هاي نشوف كيف صدى اللغة الرومانية. لو انت هتقول مثلا مرحبا صالوت، بونصارا، يعني مساء الخير. حسها لغة إيطالية. جامعة ترانسلفانيا ما طلبت شهادة لغة، هل صحيح السفارة تطلب شهادة لغة إنجليزية؟ لا، لو الجامعة ما بدها فهي السفارة ما راح تطلب منك. لا لا أكيد لا، الشروط الدراسة بتحط المنحة ما بتحط السفارة، بتحط شروط للفيزا، مظبوط يا هوارة؟
معلش انا كنت اشوف حاجة تاني هنا في التعليقات، قول السؤال تاني يا طارق. عم تقول انه المنحه ما كانت حاطه شرط شهاده اللغه، ولكن ممكن السفاره تحط شرط اللغه. فانا عم اقول له لا، الجامعه بتحط شروط القبول والسفاره بتحط شروط الفيزا مثلا. لا السفارة ملهاش شروط، ملهاش علاقة تمام. طيب اذا كان عندك نقاط متوسطه وكنت نشط اجتماعيا مع المنظمات والنوادي التطوعيه، هل ستحصل على منحه رومانيا؟ هدى، انت بتعرف اللغه تمام، اللي الرومانيه؟ هو انت كنت متطوع يعني، ده حاجة لا لا، يعني ما هيك قصده، قصده انه المعدل تبعه في الثانويه عادي طبيعي جدا، يعني متوسط 70 75 65. هل لو جمع كثير شهادات عمل تطوع ونشاط اجتماعي ممكن يساعده في القبول اكثر، ولا لا يركز على المعدل وما بيهتموا بهي الامور الاجتماعيه؟ تمام اوكي. كنت انا عملت فيديو قبل كده فيه 18 متطلب للحصول على المنحة الدراسية والدراسة في الخارج، كان منهم شهادات التطوع، لكن للأسف المنحة الحكومة الرومانية مش بتطلب شهادة التطوع. يعني منحة الحكومة التركية ممكن تضيف شهادة التطوع، طالبينها تقريبا، انت ممكن تعرف الكلام ده. وده ليه؟ لأن شهادة التطوع دايما المنحة دي بيدوها الإنسان متميز عن غيره، هم شايفين المنح، الناس اللي بتدي منح شايفين الإنسان المتطوع ده خدوم بيخدم الناس وإنسان عنده حس إنساني عن غيره، فإحنا لازم نديله المنحة دي ونكافئه. بعدين بياخذوها من جانب ثاني، هوري لك اي جانب بياخذوها، بياخذوها من جانب قديش انت نشط بهذا المجتمع. فانت بس تجي على رومانيا او اي دوله اخرى، فانت تعرف موضوع الانتجريشن تبعك راح يكون اسهل. طيب، وهتكون اللي عمل تطوع بيكون متعدد الثقافات، لانه لما بيروح يعمل تطوع ممكن يعمل مع جنسيات تاني وبيتكيف بسرعه مع المجتمع والبيئه، ده حقيقه. وانا على فكره بحب جدا التطوع، ويعني بدعو الناس ان هم يبقوا متطوعين علشان انا بحب كده، ودي حاجه حلوه يعني، يعني حاجه حلوه ان انت تكون متطوع يعني. الله ييسر امرك يا عمار، وان شاء الله نشوفك. في ناس بتاخد التطوع على انه ترفيه يعني، لكن التطوع بيبقى فيه فعلا لا، مشقه. عمل جاد في له مردود على المجتمع اللي انت عايش فيه. ف كم يحتاج وقت حتى يجي القبول بعد التقديم؟ بالنسبة للجامعة الدراسة بالمصروفات، أنا كنت كنا إحنا قلنا الجدول الزمني أول تقديم يوم 20، يوم 21/7، والتقديم تبعت الورق للجامعة من يوم 1/5 يخلص يوم 24/7، والنتيجة النهائية هتظهر يوم 11/8 سنة 2020. يعني عمليا انا كم يوم بدي حتى استنى القبول؟ احنا اخر التقديم ورقي هي هتقدمه يوم 24/7، بتكلم على جامعة الطب يعني. لا لا، ما هيك قصده، قصده انا هلا قدمت على الجامعة، امتى بردوا لي خبر؟ ما انا قلت لك يعني، لو احنا قدمنا يوم قدمنا الايام دي، النتيجة النهائية للقبول، النتيجة النهائية للقبول في جامعة الطب يوم 11/8، 11/8 سنة 2020 هتعرض النتائج النهائية. تمام. عمليا يعني خلال شهرين تطلع النتائج، هذا اصلا ان شاء الله. خلي البث في الانستغرام وراح نزله على اليوتيوب. احمد، نتمنى انك تنزل فيديو تتكلم فيه عن تجربتك الشخصيه. احمد هواري يا جماعه، مين احمد؟ مين احمد هواري قصدك؟ هواري سعد، في عنده قناه على اليوتيوب اسمها الغذاء والحياه، مظبوط؟ الغذاء والحياه، مظبوط. بيحكي فيها عن دراسة في رومانيا، بيحكي فيها عن الشيء الأكاديمي اللي هو عم يدرسه، بفيدكم كثير. بس نزل الفيديو على اليوتيوب، راح أحط لكم لينك بالديسكربشن، ففوتوا لعنده ودعموه واشتركوا، إن شاء الله بتستفيدوا منه. طيب، في أي أسئلة ثانية؟ في متي برومانيا، تعرف شو هي متي هوار؟ بشرب المتة مع واحد صديقي سوري تقريبا اسبوعيا، هي بتبقى حاجة كده، بتشرب حاجة كده زي شرمون او شفاطة، بس انا عارفها يعني، انا شربتها مع صديق سوري ليا في محلات عربي بتشتري منه المتة. انا قبل ما نشعر هلا نفوت بموضوع ثاني، موضوع المتة، الاكل الحلال اجانا هيك انكتب موضوع حلال، في اكل حلال طبعا لانه في جاليه عربيه وفي مطاعم عربيه. في اكل حلال، لحوم حلال، في فراخ طبعا، الفراخ كلها في اوروبا على فكره بتتذبح عادي، وهنا في فتوى من من المركز الاسلامي في اوروبا كلها ان انت تاكل الفراخ المذبوحه دي، حتى لو هي مش مذبوحه بالطريقه الاسلاميه انت بتسمى عليها، هم قالوا كده يعني، لان الفراخ هنا في اوروبا بتتذبح، مش يعني مثلا زي الصين بيخنقوها في الحاله دي بس كده، ما ينفعش تاكلها. لكن بالنسبه معناها للحوم، بالنسبه للحوم بقى هنا في اوروبا بيكهربوها او بيصعقوها وحاجات اللي زي كده، يبقى انت في الحاله دي
في ناس جزارين او محلات عربي بيبيعوا لك لحوم حلال، وفي لحوم بتيجي من تركيا. في حل يعني، الحل موجود، الحل موجود موجود موجود. تمام. طيب معناها هلا انت بكل بساطه بتشجع الطلاب انهم يطلعوا على رومانيا، القبول سهل، المعدلات في تنافسيه، ولكن المعدلات المطلوبه هي معدلات يعني وسط، ما لها الموضوع الكبير. لا بدك سات، عندك امتحان قبول، ممكن تدرس باللغه الفرنسيه او الانجليزيه او الرومانيه وتدخل سنه تحضيريه وتمشي امورك وامورك تمام. هذا هو المختصر المفيد. ولازم وقت تقدم انك تترجم اوراقك لاحدى هاي اللغات اللي ذكرتها، بتقدم اونلاين، بتجيك القبول، بتروح على السفاره بتقدم الاوراق، بتثبت في رومانيا وبتجي على رومانيا. موضوع السكن الجامعي بكلف 50 يورو شهريا، لو ما بدك سكن في لو ما بدك تاخذ في السكن الجامعي بدك تدفع تستأجر بيت مع مصاريف 300 يورو او 250، ممكن تسكن مع شخصين ثلاثه وتقسموا هاي المصاريف عليكم. مصروف الاكل 135 او 150 يورو شهريا، مزبوط؟ ممتاز جدا. طيب في شيء بتحب تضيفه؟ خلينا ننهي خلال دقيقتين وانا بتشكرك مسبقا يعني، ممكن نفصل البث هلا، ولكن شكرا كثير 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 يعني، انت جاوبت على اسئله انا ما بعرف اجوبتها صراحه، والشباب الطلاب استفادوا ان شاء الله يعني بكره بس يطلعوا على اليوتيوب كم اكبر من الطلاب راح يستفيد. وبرجع بنصحكم تتابعوا لهواري على قناته على اليوتيوب او حسابه على الانستغرام، ما بعرف اذا مشوا على الانستغرام، ودعموا له. في عندكم اي سؤال بخصوص رومانيا تقدروا انكم يعني تتكلوا عليه وتعطوه كل الثقه ان شاء الله. حكينا فيهم الشغل والراتب في رومانيا اخي. طيب لو بتحب تضيف شيء اي شيء هواري تفضل. لا كده خلاص يعني، لو هو في اي اسئله تاني ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي خلاص كده كل حاجه تمام. ما اعتقدش ان في حاجه، لو في اي اسئله تاني ما حد سالها في اليوتيوب، لو كتبوا لك نفس الطريقه اللي انا بتبعها بالكومنتات، اكيد انت يعني خلال ساعه ساعتين ثلاثه اربعه يعني راح تتفاعل معهم. نعم تتفاعل معهم انه بتجاوب على الاسئله، لو اجاك اسئله على اليوتيوب ما في اي مشكله. طيب شكرا هواري، شكرا كثير. كانت امسي جميله جدا، تشرفنا فيك، شكرا على الوقت وشكرا على المعلومات وشكرا على الجهد، وخلاص تصبح على خير، بحكي معك انا بكره ان شاء الله. وراح ننزل على اليوتيوب، ببعث لك الرابط وبتقدر انت كمان تنزله عندك على اليوتيوب، ما في اي مشكل. وطلابنا الاعزاء بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، فوتوا لعند هواري دعموه، حطوا له اسئله خليه يمل، ما في عنده اي مشكله يجاوبكم ان شاء الله. وبشوفكم بكره وبعد بكره بفيديو جديد ومنحه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم هواري. عليكم السلام.